بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم. اسبوع جديد من بريمو. الاسبوع ده مهم جدا، خصوصا الغد، الحد ان شاء الله 4/6 ومباراة النهائي الاهلي والوداد بامر الله، المباراة الذهاب ثم مباريات الاياب ان شاء الله هتكون يوم 11 بامر الله في المغرب. لكن الاهم انك تبتدي والبداية تكون فيها انطلاقة كبيرة ونتيجة جيدة بامر الله، ده اللي احنا نتمناه بكرة في مباراة الاهلي والوداد في نهائي دوري الابطال. الحقيقة كل الجماهير وكل المصريين بيدعوا للنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي بكرة، ان شاء الله كده يبقى يوم حلو وكل الناس تبقى مبسوطة بكرة. الساعة الكاملة موجودة، كل الناس مجهزة نفسها، اللي ما جابش لسه تذاكر بيدور، واللي جاب تذاكر بيجهز التيشيرت بتاعه ورايح بكرة بامر الله. كل التفاصيل الخاصة بالمباراة لدى الجمهور خلاص حطنا. الناحية التانية على الجانب الاخر الفريق والجهاز الفني بيشوف بقى هيعمل ايه. الغيابات اللي موجودة، القائمة اللي تم الاعلان عنها واللي هقولها لحضراتكم، حاجات كتير في الملعب، في التشكيلة، في الخطة اللي هتتحط، امور كتيرة جدا. ليلة المباراة دي بتبقى ليلة مهمة جدا للعيبة وللجهاز الفني في ان هم يحطوا بقى اللمسات الاخيرة بالنسبة للفريق، عشان ماتش بكرة هو ماتش يعتبر ماتش مصيري، مشوار طويل في دوري الابطال عديت بمشاكل فيه، قدرت تتغلب عليها، قدرت انك تتعامل معها وتوصل بشخصية الاهلي وقدراته وفنياته وجماهيره اللي يعني دايما سند ودعم قوي انك توصل للمباراة النهائية. وبكرة بقى هو الختام او بداية الختام، لان بكرة لو انت قدرت انك تعمل نتيجة جيدة هتروح المغرب وانت مستريح، هتروح المغرب وانت اعصابك هادية، زي كده ما لعبت قدام الرجاء وقدرت انك تكسب مكسب حلو في القاهرة 2-0، قدرت انك تلعب بهدوء وتشتغل على المباراة بهدوء، وده اللي احنا شفناه في مباراة الرجاء. تقدر في ماتش بكرة تعمل كده، قدرات الاهلي وفنياته وتاريخه وشخصيته يقدر يعمل كده الحقيقة. فبالتالي منتظرين الكثير بكرة، ولكن بهدوء ومش مستعجلين. عندنا 90 دقيقة نقدر نجيب هدف، ما جبناش نجيب هدف ما يجيش فينا هدف، ده اهم حاجة انك ما يجيش فيه اي ما يجيبش فيك اي هدف، اي نوع من انواع الهجوم. ممكن وارد ان يحصل هجوم عليك في وقت من الاوقات، لكن انك يجي هدف فيك دي بتصعب الامور كتير. ولكن عندك 90 دقيقة تقدر تجيب جول التاني، لو ما قدرش يجيب التاني دي يفضل تبقى النتيجة 1-0، لكن بامر لا التوقع من خلال اداء النادي الاهلي وفريقه ان يبقى فيه نتيجه جيده بامر الله من خلال مباراه الغد. طيب عندنا كلام عن الماتش بكره كتير، خلينا بس نبتدي مع حضراتكم بقى حلقتنا، لان احنا النهارده عندنا كلام كتير عن ماتش بكره، ماتش الاهلي والوداد. عندنا اخبار خاصه بقى بالفرقه الثانيه واخبار خاصه بالاهلي وامور كثيره جدا بتحدث في الكره المصريه. عندنا الاسبوع ده يعني شغالين في الدوري ممتاز، زي ما احنا شفنا النهارده كده مباراه طلائع الجيش وسموحه، وفوز مهم جدا جدا لسموحه، ومباراه اولى للكابتن عبد الحميد بسيوني في الدوري الممتاز. والحقيقه فوز طلائع الجيش ده خلى الامور بالنسبه لجدول الدوري خصوصا على صراع الهبوط يبقى فيه اشتعال. هنا طلائع الجيش صعد ثلاث نقاط خلوه في المركز 16، خلى الداخليه بقت هي اللي تحته وقريب من غزل المحله واسوان وسيراميكا. فالامور بالنسبه للفوز النهارده ده ما قبل نهايه الدوري المصري باربع اسابيع، لان النهارده الرقم 30 او المباراه رقم 30 لطلائع الجيش، وبالتالي فاضل اربع لقاءات ليه. الامور هتختلف جدا في الدوري المصري خصوصا في صراع الهبوط الى القسم الثاني. هنتكلم على التفاصيل دي كلها واخبارنا مع حضراتكم، لكن خلينا نبتدي حلقتنا باهمها بامر الله.
طيب هنبتدي بحضراتكم بأهم شيء بالنسبة لنا، وهو مباراة الأهلي والوداد ونهائي أفريقيا، وأكيد طبعا المباراة الأولى مباراة مهمة جدا. خلينا نقول لكم بس القائمة اللي اختارها كولر لمباراة الغد. طبعا في بعض الظروف بتحصل وبعض التغيرات بتحصل في كرة القدم، انت عندك إصابات بتحصل، تفكير في شكل اللقاء من خلال الإصابات أو بعض اللاعبين في حالتهم أو مش في حالتهم، تدريباتهم كانت كويسة أو مش كويسة. وإن كان إحنا بنقول إن النادي الأهلي وصل لمرحلة في الهارموني والإمكانيات اللي ممكن تكون بتساعد بعضها في الملعب ما بين اللاعبين إلى التوب فورم، وبالتالي اختار الأنسب ليه من وجهة نظره أكيد طبعا. والإصابات اللي حصلت طبعا أهمها الشناوي الحقيقة خرج برا القائمة، وده لسلامته والتفكير في المباراة القادمة. في الشك ان الشناوي بوجوده في مباراة زي كده بيضيف شيء كبير جدا لفريق النادي الاهلي وخط دفاع النادي الاهلي، وانك تكون عندك اطمئنان لدى حراسة المرمى. ولكن مصطفى شوبير او علي لطفي ما يقلوش تماما عن الشناوي، وانا بقول ان بكرة ممكن يبقى في تحول تاريخي في حراسة المرمى لدى النادي الاهلي. ازاي؟ في حال التألق، لو كان طبعا هيتم اختيار علي لطفي او مصطفى شوبير للقاء، يعني الاثنين ايا كان مين هيكون منهم في حراسة المرمى وتألق، هيكون في تحول تاريخي من خلال تواجدهم في المباريات القادمة والمواسم القادمة بالنسبة للنادي الاهلي في حراسة المرمى. فبالتالي تم اختيار القائمة بداية بعلي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، محمود متولي، خالد عبد الفتاح، وعلي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، عمرو السلية، أليو ديانج، مروان عطية، أحمد خندوسي، وأفشة، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، محمد شريف كهربا. دي القائمة. تتوقعوا مين بقى ممكن يقف في حراسة المرمى؟ ما احنا برضو بنتكلم على اهم مركز بكرة. انت بكرة مطالب انك تكسب، لكن في نفس الوقت مطالب انك ما يخشش فيك هدف، وبالتالي لازم يبقى فيه اطمئنان في المنطقة دي، منطقة حراسة المرمى والدفاع. اكيد طبعا في خطوط كتير جدا مهم انها تبقى كويسة عشان حراسة المرمى ما تتعرضش لهجوم كتير، فبالتالي نص الملعب وخط الدفاع لازم يبقوا في احسن حالاتهم، وبالتالي حراسة المرمى لازم يبقى 90 دقيقة بيكون مركز بشكل كبير، وده اللي احنا برضو نتمناه. المتوقع من خلال المشاركة في المباريات اللي فاتت وتألقه ان مصطفى شوبير هو حارس مرمى الغد، حارس مرمى النادي الاهلي لمباراة الغد. ليه؟ هيقول لك ما هو علي لطفي موجود. معلش، هو علي لطفي هو اكثر خبرة، اكثر تواجدا في الفتره اللي فاتت، لكن مصطفى شوبير برضو انا بنقول لغايه دلوقتي ده توقع، احنا برضو الراجل مش عارفين بيفكر في ايه. وبالتالي مصطفى شوبير لما علي لطفي اتصاب في الكام ماتش اللي فاتوا نزل وتالق، واضح جدا ثقته بنفسه، واضح جدا كمان حماسه اللي موجود ان هو يبقى متواجد، وثقته كمان اللي موجوده، ده في حد ذاته يدي اطمئنان ليه كولر ان مصطفى شوبير يبقى متواجد في حراسه مرمى النادي الاهلي. عشان كده برضو احنا بنقول انت بكره هتواجه فريق هيلعب عليك بالكونتر اتاك. الكونتر اتاك يعني هجمه مرتده. لازم طبعا حراسه المرمى تبقى يبقى فايق ومركز 90 دقيقه، وده اعتقد موجود في مصطفى شوبير، شفناه في ماتش سيراميكا كليوباترا حقيقه في احدى الكرات اللي ممكن تكون كان فيها هجمة مرتدة وكان تألق فيها. وهنا برضو بكرة انت هتقابل نفس الفريق، وبالتالي عدد الهجمات اللي ممكن تكون عليك مش هتبقى بنفس كمية الهجوم اللي هتبقى موجودة في المغرب. وهنا ممكن يكون ده الاختيار الأنسب لكولر في وجود مصطفى شوبير كحارس المرمى في مباراة الغد. عشان كده احنا نتمنى له التوفيق وندعي للفريق كله ونركز قوي في الدعوات، وفي نفس الوقت يعني التشجيع في الملعب. جماهيرنا بكرة المتواجدة تواجدها ده مهم جدا في التسعين دقيقة. حتى بقول لكم لو
لان في ظروف ممكن تمر بيها الكوره، انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل على مدار اللقاء. اهم حاجه انك تفضل ورا فريقك لغايه اخر دقيقه، ده مهم جدا جدا جدا. يعني بطالب جماهيرنا، جماهير النادي الاهلي، انها تبقى واقفه ورا الفريق لغايه اخر دقيقه، حتى لو الهدف اتاخر تفضل وراها باستمرار ورا فريقها لغايه اخر دقيقه، ده مهم جدا جدا. خلينا نروح للكابتننا الجميل الكابتن احمد كشري نجم النادي الاهلي السابق، واخد رايه في مباراه الغد، واخد رايه في القايمه اللي اختارها كولر لملاقات الوداد غدا ان شاء الله. كابتن كشري تحياتي ليه حبيبك كابتن فاروق. ازيك يا ابو كباتن، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. يعني عايز بكره يعني اشوف احساسك لمباراه الغد يا كابتن، رايك ايه في اللقاء، وفي نفس الوقت وانت كده واحد من اولاد النادي الاهلي تستعد لرؤيه هذا اللقاء بكره ان شاء الله؟ احنا طبعا بنتمنى ونمني النفس ان شاء الله ان بكره النتيجه تبقى ايجابيه للنادي الاهلي بنتيجه كويسه، يعني نتمنى ان النتيجه تبقى يعني فرق هدفين على الاقل، يعني تبقى نتيجه مريحه. ولكن انا برضو عايز اكمل الكلام اللي انت قلته، لازم برضو الناس الجمهور يبقى هادي ويشجع الفرقه ويصبر، لان في الاخر دي مباراتين، الشوط الاول صحيح. عندنا والشوط الثاني في هناك في المغرب، يعني وارد ان انت هنا تعمل نتيجه مش متوقعه، او ممكن تكسب مثلا 1-0، ممكن تتعادل وتروح تكسب هناك، ممكن تتعادل 0-0 وتعمل نتيجه ايجابيه. سيناريوهات يا كابتن ممكن اصلا في الكوره يعني. ايوه بالظبط، يعني انت لو متابع دلوقتي، انا بتفرج على ماتش بتاع يانج افريكان واتحاد العاصمه، هو خسران في ملعبه 2-1، يانج افريكان دلوقتي كسبان 1-0 بره ملعبه في الجزائر، يعني وارد ان يحصل في الكوره بالذات في النهائيات الامور بتبقى متساويه وقريبه من بعض، بتبقى الاغلبيه او الافضليه للفرقه الاهدى والمنظمه اكتر في المباراه، فبالتالي ان شاء الله احنا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونكسب بكره ان شاء الله، وحتى لو النتيجه مش متوقعه قوي، لكن النادي الاهلي يقدر بره ملعبه حتى ان هو يكسب، يقدر ان هو يعمل نتيجه ايجابيه، خاصه ان الفريق كابتن فاروق في حاله فنيه كويسه جدا. صحيح. يعني شايف الفريق الاهلي في احسن فتراته في الموسم هي الفتره الاخيره، خط الظهر بتاعه منظم، ما فيش اهداف بتخش مرماه، حراس المرمى عنده رغم الغيابات، الشناوي لو علي اللطفي كان واقف الامور كانت كويسه، شوبير عمل مباراه كبيره اللي فاتت، فبالتالي يعني دي مباراه انا شايف ان هي مباراه الفريق اللي هيبقى اهدى في الملعب ومنظم في الملعب هو اللي هيقدر يخلص المباراه، وان شاء الله النادي الاهلي بكره هيبقى عنده الشراسه في اللعب وفي نفس الوقت هادي في التعامل مع الكره عشان يقدر يسيطر على مجريات الكره. طيب خليني اسالك سؤال بقى مهم يا كابتن، يعني القايمه تم استبعاد الشناوي، وانت كده ومدير فني وعندك ماتش زي ده، لان انا الراجل ده الصراحه جريء يعني وجهه نظري، هو عنده نوع من انواع طبعا الجراءه والثقه كمان في لعيبته كلها، انه ياخد قرار باستبعاد الشناوي، بتشوفها ازاي برضو دي؟ خصوصا ان هو عايز يعني ايه، ان يعني الدكتور مثلا لما يقول لك اللعيب مثلا كويس يقدر يلعب، لكن برضو الراحة بالنسبة له تفيدك في الماتش اللي بعده، وبالتالي هو أخذ قراره باستبعاده، أنت شايف ده برضو زي كابتن؟ بص يا كابتن فاروق، هو أكيد الراجل كان يتمنى أن محمد الشناوي يبقى واقف في كامل، يعني قولي سليم 100% وجاهز، ممكن يكون الشناوي مش جاهز بنسبة 100%، وبعدين الراجل الأمان احنا شفنا مصطفى شوبير الماتش اللي فات حاجه يعني محترمه جدا، حارس مرمى بياخد الكره العرضيه قراراته سليمه، انا وجهه نظري شوبير يعني لو وقف، انا عارف شوبير جون موهوب وعنده شخصيه، يعني اهم حاجه الحارس اللي عنده شخصيه، يعني ايه عنده شخصيه؟ يعني عنده قرار، يعني مش خايف. لو انت اديت شوبير زي ما انت قلت من شويه المباراه مباراه عصيبه ومباراه صعبه، ولكن مصطفى شوبير من مباراه للتانيه بيبين ان هو حارس مرمى كبير ومستقبل مصر، واعتقد ان التركيز اللي هيبقى في خط الظهر وفي حراسه المرمى في المباراه دي يعني ما يقلقش، والراجل برضو دي انا شايف ان هي جراءه من الراجل، وهو طبعا يعني ادرى بظروف محمد الشناوي وصابته، لكن انا شايف النادي الاهلي لو وقف شوبير او علي لطفي ان شاء الله مش هيبقى باذن الله في مشكله على النادي الاهلي، والاثنين حراس مميزين جدا، وانا شايف ان شوبير هيبقى جون منتخب مصر في الفتره الجايه دي حقيقه، لان انا شفته وانا بدرب في الاهلي يعني من فتره، حارس مرمى موهوب قراراته سليمه، بيطلع ياخد الكره العرضيه، بيلعب برجليه كويس جدا،
بيتكلم مع اللعيبه اللي قدامه. فدي حاجه، دي حاجه يعني تدي لك الطمانينه ان في حارس مميز واقف، ولعله يا فاروق يكون خير، لان كل نجم بيتولد في المباريات الكبيره. صحيح، المباريات الكبيره هي اللي عملت النجوم. انا بقول يا كابتن يمكن ده ممكن يكون تحول في تاريخ حراسه المرمى النادي الاهلي بماتش زي ده، مع اقتراب يعني الشناوي في وقت من الاوقات، طبعا بحكم السن في وقت من الاوقات، ان في جيل جديد بيجي، وبالتالي شوبير ومصطفى وطبعا وعلي لطفي الاثنين موجودين. لكن الفكره بقى هو التعامل في المباراه ازاي يا كابتن في ماتش زي ده، لان انت عارف النهائيات نهائيات بيبقى ليها حسابات مختلفة، يعني ثبات انفعالي مختلف، امور كتيرة جدا بتقول لك ان لازم يبقى عندك تراكم خبرات، وهي دي النقطة المهمة في ماتش زي ده يا كابتن. بص كابتن، وانا مش بتكلم على حراسة المرمى بس، انا بتكلم على اللعيبة كلها الحقيقة. ايوه بص كابتن فاروق، المباريات الكبيرة دي بتبقى محتاج خبرة اللعيبة، وبتبقى لازم المدرب، وانا اكيد واثق ان هو الراجل اشتغل معاهم على التنظيم الدفاعي والتنظيم حتى في النواحي الهجومية، مين اللي هيزيد ومين اللي هيقف. مهم جدا جدا في المباريات ده كابتن فاروق الكرة المشتركة، الكرة المشتركة لازم تكون لصالح النادي الاهلي، والكرة الثانية لازم تكون لصالح النادي الاهلي، لان انت ممكن تكتر من الهجمات بتاعتك والكرة العرضية وتنتظر الكرة الثانية، وشفنا منها اهداف بتيجي وتميز بيها اللعيبه اللي عندنا. لازم يبقى في شوط على الجون، لازم تبقى من بدايه المباراه بادئ بقوه، انت اللي ضاغط، انت اللي عامل ضغط عالي عليهم، لان انت ممكن وانت ضاغط في اول 10 دقائق او ربع ساعه تلاقي نفسك ركبت المباراه بهدف وتفضل مستمر، لان المباراه دي يعني انا شايف ان فكها بيبقى بهدف بدري، ولو حتى الهدف ما جاش لازم يبقى فيه هدوء، لان انت بتلعب مباراتين، بتلعب مباراتين، فطبيعي ان انت هتلعب المباراه دي بثلاثه في نص الملعب ديفندرات، ومنهم طبعا يعني حمدي فتحي اللي بيتميز في التكمله في الهجوم، عندك مروان عطيه اللي متميز جدا في قلب الملعب هو ديانج، فانت عندك لعيبه كمان قدام حسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا، الثلاثه بيعرفوا يجيبوا جوان وصراع، عندهم كوره ومختلفين، يعني كهربا من اللعيبه اللي هي ما تعرفش هو ممكن عايز ايه، يعني انا مش عايز اقولها للناس تفهمها غلط، يعني عارف اللاعب العشوائي الايجابي، في لعيب بيبقى انت مش عارف هيعمل ايه لكن ايجابي خطر ما تعرفش هو بيفكر في ايه. تاني حاجه ان بيرسي تاو في احسن فتراته ولعيب ايجابي وبيروح وبيعرف اه ده بقوله كابتن، لو فايق بكره بيرسي تاو ده يعني اعتقد هو هيبقى هو يعني مكسب الاهلي، هو وحسين الشحات كمان. حسين عنده ميزه كبيره، وانا بشوف ان هو اخطر واهم لاعب في النادي الاهلي، ان حسين بيتقلع كوره، عنده ثبات انفعالي في المناطق اللي هي ال 18 والحاجات اللي هي القريبه من الجول، بيعرف يقطم الكوره، بيعرف يقف امتى ويلعب امتى، بيعرف يجيب جون، بيعرف يوصل اللعيبه، ويقدر يلعب في مركزين، يلعب في الطرف الشمال ويقدر يلعب تحت الفيرود لو انت احتاجته في نص الملعب. فبالتالي انت عندك ثلاث لعيبه قدام مهاجمين كويسين بيعرفوا يحرزوا اهداف، نوعيه مختلفه، بيرستاو مختلف عن كهربا عن حسين الشحات، تحتيهم حمدي فتحي اللي بيزيد وبياخد المهام الهجوميه في الكوره العرضيه والتكمله والكوره الثابته، عندك مروان عطيه اللي بيشوط بيعمل تسويق كويس جاء على المرمى وبيحاول، عندك اليو ديانج اللي هو يعني نقدر نقول ان هو اكتر واحد بيقدر يقطع كور من الفرقه اللي قدامك، وعنده انقضاض على الكرة كويس والتمركز بتاعه هايل في نص الملعب، مع طبعا خط الظهر عبد المنعم وياسر ايا كان بقى الاسم، يعني كانت انا يعني طبعا متولي ماشي كويس قوي مع الاهلي، بس انا شايف ان ياسر ابراهيم مميز في الكور العرضيه، مميز في الكور العاليه، يعني مع النوعيه بتاعت الشمال افريقيا ياسر كويس فيها، وبرده متولي عشان ما متولي ماشي بشكل كويس جدا. لكن مين يا كابتن يلعب؟ طب من وجهه نظرك يعني الانسب، يعني برده لان احنا انا هنتكلم على التشكيل، يعني وجهه نظر انا شوبير حراسه المرمى، قدامه محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، على يمينه محمد هاني، على شماله علي معلول، نص الملعب مروان عطيه واليو ديانج وحمدي فتحي، ثلاثه اللي فوق بيرستاو وكهربا وحسين الشحات، دول افضل من وجهه نظري افضل تشكيل للنادي الاهلي، ولعبوا كده هم برضو الفتره اللي فاتت، لان كل واحد خلاص هم حفظوا بعض، المجموعه دي حفظوا بعض، وكل واحد عارف المهام الهجوميه والدفاعيه عليه. فرقه النادي الاهلي زي ما بقول لك يا فاروق، المباراه دي عايزه ضغط شديد من البدايه مع الجمهور، ان انت
والنادي الاهلي لما بيبدا المباراه ضاغط بيبقى ليه شكل ايجابي جدا مع الجمهور واستاد القاهره كانت الوضع بيبقى مرعب. انا يعني. انا دايما في شغلي ساعات لما ببقى عندي مباراه وعايز اكسبها بقول للعيبتي مثلا نضغط من البدايه اول 10 دقائق حتى لو مباراه مع فرقه كبيره وانا شايف ان عندهم مشكله ورا بضغط ضغط عالي عليهم من فوق لو الامور ماشيه كويس وانا الضغط ده مخليهم مش طالعين او ما بيقدروش يضربوني او انا بقطع منهم قدام وحطيتهم في الجزء التلت اللي قداماني يبقى انا اذا انا برضو بريح لعيبتي مش بضغطهم اكتر لان انا بلعب في حوالي 25 متر بالظبط اللعيبه كلها واقفه في المكان ده بتضغط من المكان ده غير ما انت بتروح تضغط ضغط بدون جماعيه او مش منظم تضطر الهجمه تيجي عليك ترجع الملعب كله وتروح. فبالتالي انا واثق ان الراجل كان بيشتغل الايام دي على الضغط العالي الضغط بمساحات ضيقه من فوق الضغط ده لو انت راكب الجيم كمل لان ممكن تجيب الهدف هيخليهم يتكهربوا ممكن تجيب الثاني لو الامور انت شايف ان الضغط الاولاني كفرد بقى كابتن اتفضل بس قول الجزئيه دي مهم جدا يا كابتن لو انت شايف الضغط الاولاني ايه اللي يحصل بقى الضغط الاولاني يا كابتن فاروق لو انت ضاغط وعامل ووقف الفرقه قدامه وما بتطلعش او ما بتوصلش لجونك كمل لان انت بتلعب في مساحه ضيقه هي نفس المساحه اللي هتلعب فيها وانت مضغوط صحيح انت اللعيبه مش هتتعب بالعكس اللعيب كده هيجري بالكتير هيجري 10 15 متر في المساحه بتاعته مش تتعب يعني مش تتعب طبعا مش هيتعب انت بتشوف النهارده يا فاروق الفرق العالميه بتعمل في فرق بتعمل ضغط عالي من البدايه مثلا وتقول بيعملوا كل ده وبياخدوا الوقت طويل جدا في الضغط لكن هم فعلا عشان انت قريب دايما وبتاخد الكره فانت ما يعني الناس تفتكر ان هم بيجروا كتير لكن هم فعلا ما بيجروش كتير بص يا فاروق انا عايز اقول لك حاجه فرقه ليفربول اللي احنا كلنا بنشجعها السنه اللي فاتت واللي قبلها كانوا كويسين ليه؟ لان كانوا بيعملوا الضغط من فوق وبيفضلوا ضاغطين طول المباراه ما بيطلعوش الفرقه عندهم فبالتالي كانوا بيلعبوا مباريات كل قد ايه؟ بيلعبوا كل البطولات ما فيش حد فيهم كان بيجي له عضله خلفيه ولا اصابات فالضغط العالي لما بيكون الفرقه كلها بتشتغل بلوك واحد صحيح. في مساحه ضيقه ما بيبقاش فيها جري هتلاقي صح علي معلول ده ضغط احنا كنا بنحسها كمان يا كابتن لما كنا بنعمل كده ونيجي نضغط على الفريق اللي قدامنا في الماتشات الكبيره زي كده بحس ان الكره يعني موجوده معانا على طول فما بتعبش من اللعيبه كلنا قريبين ما بتعبش لكن لما انا مش ضاغط من قدامه صح وبرجع تلاقي واحد من الديفنس بيروح طالع من جنبك فانت بتضطر تجري وراه هرجع للحاله الدفاعيه لازم ارجع ادافع الراجل ولازم اكمل تاني في الهجمه علي معلول هيفضل رايح جاي لكن لو انت ضاغط من فوق علي هيبقى بيلعب في مساحه معينه ويضغط فيها دي اكيد الراجل اكيد شغال عليها اتمنى ان هم يشتغل على الجزئيه دي لا وبعدين يا فاروق في حاجه مهمه احنا يعني النادي الاهلي لازم الاهلي لما اي فرقه بتلعبه حتى لو فرقه عربيه ولا خليجيه ولا ولا فرقه من افريقيا بتبقى قلقان لما تيجي تلعب النادي الاهلي في استاد القاهره مع الجمهور بالذات البدايه دي مهمه جدا فاكر لما كنا بنلعب اول 10 دقائق كنا بنسجل ولما بتسجل بدري بتجيب تاني وتالت لان انت بتبقى فرقه قدامك نازله قلقانه منك لما بتدوس عليها وما تديهاش مساحه ان هي تلعب في حريه خلاص خلاص بيبقى هو متكهرب طول المباراه يبقى قلقان منك يبقى اكتر حاجه بيعملها بيشتت بيلعب الكوره بدون تركيز ما عندوش هدوء في التعامل مع الكوره فبتلاقيه بيغلط. عايز اسالك الكابتن على الفرص يعني والفرص في ماتشات زي دي يعني لما تجيلك ده لازم تبقى عامل ازاي فيها كفيرود بقى بعيد عن المدرب كونك مدرب يا كابتن ومدير فني. بص يا كابتن فاروق انت كنت مهاجم كبير طبعا وحدات كبير وانت عارف احنا قبل المباراه بنعيش المباراه بنقعد نحلم بالكوره ممكن لو جات لي كده اعمل ايه لو جات لي في الحته دي انا هباصي البيت لو انا جالي في المكان ده هتقل فيها ولا انا احاول ان انا اقطع بتعمل لنفسك سيناريو قبل المباراه وبعدين انت عندك نوعيه لعيبه مختلفه زي انا بقول لك عندك فيرستاو عنده المهاره مع السرعه عندك كهرباء من اللعيبه المشاكسين اللي هم انت مش عارف هيعمل ايه وانا يمكن قلتها يعني الناس تفهمها انا بحب اللاعب اللي هو ايه انت مش عارف هو هيعمل ايه يعني عنده ايجابيه على المرمى ساعات يرقص وقت ما مش طريق بتمشي معاه ساعات بيحط نفسه في مواقف حسين الشحات نفس الحاجه فبالتالي الفرود اللي بتجيله كرة المباريات دي ما بتجيش فيها فرص برضه كتيره يا فاروق فلازم تبقى تركيزك عالي لازم لما تبقى في ال 18 وبواجه كرة في المرمى احيانا في مواقف كتيره مش محتاجه قوه محتاجه ان انا اوجهها بس فاللعيب لو مشدود هتلاقيه بيعمل الكره مثلا جايله بالعرض وحاطط قوه فيها تروح طالعه عاليه لا زي مثلا جول كهربا كابتن في الهلال اللي اخده كده وراح حاططها من فوق الجون كده ايوه هو دي اللي انت بتتكلم عليه لانه مركز هادي فطبعا لعيبه النادي الاهلي
عندها الخبرات دي. صح يا كابتن. ان شاء الله ان شاء الله فاروق باذن الله ان شاء الله. وجمهورنا يا كابتن يبقى يعني مساند لغايه اخر دقيقه ان شاء الله. ده جمهور النادي الاهلي ده ده يعني هو السند الرئيسي والاساسي يعني. وهيبقى داعم جامد. وبعدين لما يملى الاستاد يا فاروق دي حاجه ثانيه. وانت شفت احنا كنا بنلعب ايام مش لاقيين تذاكر الناس يا كابتن من كتر ما هم عايزين يكونوا متواجدين يعني. ان شاء الله هتبقى بكره باذن الله ان شاء الله باذن الله باذن الله النادي الاهلي ان شاء الله يكون قطع نسبه 80-90% ان شاء الله من البطوله ونحقق الفوز. وبرده اقول للناس ان المباراه ماتشين شوطين. وارد ان انت هنا وارد في الكوره كل حاجه وارد ان انت تكسب نتيجه كويسه. وارد ان انت تكسب نتيجه هو عايز فرق هدف. وارد ان انت تتعادل وتروح هناك تعمل نتيجه ايجابيه. صحيح الكوره فيها كتير. صحيح وياما حصلت يا كابتن يعني ياما حصلت واخدنا البطوله من بره يعني بالظبط ايام الكابتن الخطيب وكابتن مختار وكابتن عامر وجوزي وايام جوزي صفر مع كوتوكو وراح هناك تعادل 1-1 ومع صحيح. مع جيل ابو تريكه لما كسبوا الصفاقس هناك. فان شاء الله باذن الله لا باذن الله بكره تبقى فرحه إن شاء الله. كبيره لمصر كلها والنادي الاهلي ان شاء الله. بشكرك كابتن كشري نجمنا الكبير والجميل نجم النادي الاهلي السابق وكلامه عن مباراه بكره. الحقيقه برضو عشان واحنا بنتكلم على الاهلي كلامنا هيفضل يعني متصب على الاهلي، لكن خلينا بس ناخد فكره عن الوداد. الحقيقه بس عشان نبقى متفقين الوداد كان عنده مشاكل قبل مباراه سان داونز وغيروا المدير الفني وجي مدير فني جديد ستيفن سيفن فاندبور والحقيقه عمل ماتش رائع الحقيقه مع سان داونز. لكن خلي بالكم التشكيله برضو معلومه كتاب مفتوح برضو بالنسبه للنادي الاهلي. في حراس المرمى ممكن يكون يوسف المطيع، يحيى عطية الله ده رقم 14 ولاعب هايل الحقيقه، امين ابو الفتح وارسن زولا اللي يمكن ارسن زولا ده السيرد باك اللي هو الطويل ده الاسمراني ده كانوا في كلام عليه ان هو ممكن يبقى مصاب والحقيقه التقارير بتقول كده، لكن هو سليم يعني في كلام ان هو مصاب لكن هو ممكن هتلاقوه بكره بيلعب. ولو حقيقه فضل مصاب في هيكون مكانه جلال الداوودي ده برضو سيرد باك متواجد في التشكيلة، وأيوب العملود ده برضو من التشكيلة الأساسية ومتوقع أن يكون موجود بكرة، وراضي جعيدي ويحيى جبران ده برضو من اللعيبة المهمة في نص ملعب لدى الوداد، وسيف الدين بوهرة ده برضو رقم 30 من اللعيبة الهيلة، وزهير المترجي وبولو سامبو ومحمد أنجم. دي تشكيلة المتوقعة بكرة لفريق الوداد. عندهم غيابات بقى موجودة حسين بن عيادة عماد الخنوس وأسامة فلوح وسامي العنان، دي الغيابات الخاصة بيهم. وفي برضو عبد الله حيمود ده برضو من الغيابات المهمة جدا بالنسبة لفريق الوداد. صديقي وزميلي والصحفي المغربي منعم بن مقدم وهيكون معانا برضو تفاصيل من خلاله عن فريق الوداد هتكون اكتر من خلال تواجده معانا على الهاتف. استاذ منعم زي حضرتك. تحياتي لك زميلي محمد فاروق والى كل مشاهدي برنامج البريمو اين وجدوا داخل مصر وخارجها. يا اهلا وسهلا بيك واهلا وسهلا باخواتنا المغاربه. يعني بكره مباراه مهمه ويعني زي ما بنقول كده البدايه في نهائي دوري الابطال ولكن من القاهره. اخذ رايك في اللقاء واستعداد فريق الوداد لهذا اللقاء. بدايه اتمنى ان يكون الصوت يصلكم بشكل جيد على اعتبار الظروف حيث اتواجد. وان تكون المداخله يعني تصير بصوت صافي استاذ محمد فاروق. اكيد تفضل. تمام زي الفل. لا صوت هنا مثل القاهره يعلو على صوت القمه الحمراء بين نادي الاهلي صاحب الرداء الاحمر الاشهر في افريقيا وبمصر وبين فريق الوداد الريادي ايضا صاحب الزي الاحمر والالوان الحمراء الاشهر هنا بالمغرب. وبطبيعه الحال هي معركة كروية وأقول كروية من جولتين. الجولة الأولى ستلعب بمشيئة الله تعالى في القاهرة والمعركة الأهم كرويا ستحسم هنا بالدار البيضاء. أعتقد زميلي محمد فاروق وربما أنتم أدرى هنالك وبحسب الأصداء التي تصلنا وترد علينا سواء من اللاعبين أو من مكونة الوداد يعني هناك اهتمام غير مسبوق بهذه القمة لا في مصر ولا في المغرب على اعتبار خصوصية المواجهة من جهة، الطابع الثأري كرويا من جهة أخرى، وأيضا للتنقل الكبير لأنصار الوداد، ربما هو أكبر تنقل لألتراس مغربي خارج المغرب في مسابقة قارية. أعتقد أن الرقم الذي ورد علي اليوم أكثر من 2300 مناصر ودادي عبر رحلات خاصة من المغرب من بلدان خارجية ومن أوروبا حل هناك بمصر. كان في كمان طبعا مناصرين أكيد موجودين هنا في القاهرة يعني إخواتنا المغاربة المتواجدين في القاهرة.
أكيد. وأنا قلت لك أنت تطلب يعني قيمة المباراة، نقول لك قيمة المباراة تكمن في الرقم التاريخي الذي يسعى خلفه نادي الأهلي، الرقم 11، يعني في صدد تأسيس حقبة جديدة بعد 10 ألقاب ليمارس تغريدة وخارج السير. وبالنسبة لفريق الوداد الرياضي يمثل له التتويج الرابع والثاني تواليا، فض الشراكة مع غريمه التقليدي نادي الرجاء على مستوى عدد الألقاب ليصبح الوداد الرائد والفريق الأول للكرة المغربية قاريا، حتى وإن كان هناك اختلاف على مستوى عدد البطولات المتحصل عليه مع الرجاء، لأن دوري الأبطال كما تعرف أمجد الكؤوس الأوروبية لها، عفوا الإفريقية لها قيمتها. صحيح. للوداد 3 بطولات وللرجاء 3 بطولات بغض النظر عن فارق السوبر الإفريقي والكونفدرالية. لذلك فاللاعبون ومكونة الوداد بعد حادث اليوم يعني طارئ إصابة عبد الله حيمود أو الجراحة قدر الله ما شاء فعل على مستوى الزائدة الدودية، في الجانب المصري غياب الشناوي رقم صعب جدا في معادلة تشكيل فريق الأهلي، أشياء تبشر على أن هناك العديد من القواسم المشتركة محمد. وفي نهاية المطاف، أؤكد لك هي جولة أولى والحسم سيكون هنا بالدار البيضاء، لكن مع توخي الحذر من الجانب المغربي من أجل العودة بنتيجة ربما غير مسبوقة. الوداد لم ينتصر قط في القاهرة في سابق مبارياته مع الأهلي، بينها يعني 5 مقولات تعادل 3 مرات وخسر مرتين. اليوم هناك أمل كبير وتفاؤل أكبر محمد بأنها ربما قد تكون الأولى، ولو مع قوة المنافس والزخم الجماهيري والدعم الذي سيحظى به أشبال كولر في هذه المواجهة. طيب يعني خليني أكلمك على التشكيل المتوقع زميلي منعم بالنسبة لفريق الوداد. شوف انظر، أنا هنا سأرد على الذين يجعلون من مثل هذه الأخبار على اعتبار أنها تسريبات أو مغالطات. هذا العهد الدائد انتهى، هذه التفاهات انتهت. اليوم يجب أن نأخذ الأمور من الجانب المشرق الأوروبي. أنت تدري معي بأنه خلال عصبة أبطال أوروبا التي تمثل المرجع والمسابقة الأرفع على مستوى أوروبا تعلن التشكيلة ب 48 ساعة أو بيوم قبل موعدها. لا يشكل هذا يعني أي حاجز للمدربين الكبار غوارديولا وأنشيلوتي وحتى زيدان في السابق للإعلان على التشكيلة. في ثقافتنا العربية، في مواجهة العرب على وجه التحديد والمواجهة ذات طابع العربي فيها حساسية، تسريب تشكيل يعتبر في عرف الجمهور على أنه خيانة أو تسريب، وهذا غلط. الوداد كتاب مفتوح والأهلي كتاب مفتوح. صحيح. لا مجال للمناورة بمثل هذه الأمور. لذلك أنا أقول لك محمد، لا يوجد حرج في الإعلام بأن فريق الوداد الرياضي سيلعب بقوته الضاربة مثله وتشكيل الأهلي معروف. يعني أقول لك العناصر التي رافقت المدرب فاندربروك في آخر المباريات ستعلن حضورها مؤكد، لأن الخلاف الوحيد أو الاختلاف الوحيد كان في اللاعب عبد الله حيمود. عبد الله حيمود كان من نجوم مباراة سان داونز في الإياب، قدم أداء قوي جدا وكان معول عليه على اعتبار عامل صغر السن والفعالية. ألف السلام عليه طبعا. يعني هو عمل عملية النهاردة في القاهرة الحقيقة، يعني عمل عملية وزاره العديد من النجوم المصريون وحتى لاعبوكم، هناك محمد الشيبي لاعب بيراميدز وطالعت يعني حتى العديد من الأشخاص المصريون اتصلوا به، وهذا يحسب يعني في إطار الأشقاء وحسن العلاقة بين المغرب والمصر. ألف سلام عليك. فألف سلام. أنا أقول لك بأنه عبد الله حيمود سيمثل الغياب الوحيد وسيعوض حتما يعني داخل فريق الوداد في اللاعب إما الحسوني، تسمعني يا عبد الله؟ أنا سامعك. أو اللاعب جلال الدودي. هذه هي الأمور. بقي التشكيل أعتقد أنك محيط بها زميلي محمد فاروق. حراسة المرمى لا يوجد تغنوتي الحارس الدولي بطبيعة الحال، يتواجد مطيع، يتواجد العملود، قد يتواجد حمزة أيت علال لاعب أساسي وأدن مفاجآت هذا التشكيل قد يزوج به المدرب، وأيضا أمين فرحان مع زولا. أنا قلت لك حمزة أيت علال مكان زولا الكونغولي لاعب الاعتبار أنه مصاب على مستوى الرأس، ولو أنه يريد أن يلعب 90% سيكون جاهز. بقي الأسماء معروفة، يحيى جبران، جلال الدودي، أو أيضا أيمن الحسوني، محمد أونجم أنتم تعرفونه، وصامبو جينيور في خط الهجوم، وبطبيعة الحال حبيب الأهلي والمدلل زهير المترجي صاحب ثنائية الموسم المنصرم. يعني أنا بشكرك زميلي منعم وإن شاء الله تفضل. كي أغتنم الفرصة، معك وأنا أسعد بالمرور معك محمد فاروق. الانطباع أنا أحمل هذه الرسالة بمنتهى الأمانة ويجب أن أمررها. تفضل. بغض النظر عن الضغط والصخب الإعلامي، وهذا أمر متوقع بالنظر لشعبية الأهلي ولقيمة المسابقة داخل الوداد، وسيطالعونكم بهذا، هناك ارتياح
وتقدير لحسن الاستقبال، ظروف الإقامة، التنقل من وإلى الملعب، ملعب التدريب يعني كل الظروف مثالية، الأجواء إلى غاية هذه اللحظة أكثر من رائعة. أتمنى أن تسود الروح الرياضية داخل الملعب، لأن الأهلي سيحظى هنا مثل ما حظي في مباراة الرجاء مرتين، ومثل ما حظي مع الوداد في المرة السابقة بنفس التقدير والترحيب. بل أتحمل مسؤولية كاملة محمد، وأنصب نفسي يعني كل زميل أو كل أخ إعلامي منكم أو كل مصري سيحضر ويرغب في تدليل الصعاب على مستوى الإقامة أو أشياء هنا، نحن جاهزون للاستقبال، لأنني قلتها لك وألتزم، بل أتحمل مسؤولية كاملة. مصر والمغرب دولة واحدة وأشقاء، ده المتوقع الحقيقة. ومباراة في كرة القدم لن تفسد للود قضية بغض النظر عن باقي التجليات الأخرى. حقيقة. طيب قبل ما أختم معاك زميلي منعم، بخصوص بقى المباراة القادمة في المغرب، الوضع الخاص بدخول الجماهير الأهلوية، لان كان تم الاعلان عن عدد معين من التذاكر خاص بجمهور الاهلي. لا لم يعلن، ولكن سينالوا نفس القدر الذي خصصوه لجماهير الوداد. اذا كان هناك 30 او 36 الف تذكره، يعني لان سعه مركب محمد الخامس اقل من سعه ملعب القاهره الدولي زميلي، سيستفيدون من 5%، اي حوالي 1600 الى 1300 تذكره بحسب ما بلغني، بحسب العدد الذي طبع من التذاكر، لان السعه الاجماليه لمركب محمد الخامس لا تصل الى السعه الاجماليه لملعب القاهره، وسيحظوا تحت مراقبه الكاف وجهاز الكونفدراليه والوداد بدرجه اولى. لديكم هناك متحدث رسمي باسم الوداد السيد محمد طلال، اكد هذا مرارا، المعاملة بمثل وجميع التسهيلات سينالها جمهور أهلنا. صدقني لا يمكن الشك ولو لذرة واحدة في هذا الأمر زميلي محمد. صحيح. أو محمد فاروق، وكل التحية والتقدير أقول كل التحية لك، وشخصيا أكرر وأقول هذاك، مباراة الحسم ستكون بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. إن شاء الله كل التوفيق لنادي الأهلي وهنا في القاهرة، ونتمنى تبقى مباراة زي ما أنت قلت كده منعم، مباراة جميلة وجيدة بتعبر عن قيمة الناديين وقيمة طبعا الدولتين مصر والمغرب. زميلي منعم بالمقدم الصحفي المغربي، نتمنى إن شاء الله طبعا مباراة تبقى روح رياضية تبقى هي سائدة فيها، لكن إن شاء الله الفوز والتمني بالفوز والحصول على البطولة بالنسبة للنادي الأهلي هو الأهم، وده اللي احنا متوقعينه بأمر الله. البطولة رقم 11 وهو المتوقع، والتمني دي هذه البطولة تكون من نصيب النادي الأهلي. أطلع لفاصل، بعد الفاصل هرجع لحضراتكم مكملين مع حضراتكم أخبارنا أخبار البريم. هتتجه أنظار عشاق الكرة العربية والإفريقية تجاه استاد القاهرة الدولي يوم الأحد لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ضيفه الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وبيبحث النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر عن تحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب أمام الوداد المغربي في ظل صعوبة مواجهة الإياب يوم 11 يونيو في مركب محمد الخامس. ووضع السويسري مارسيل كولر الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة الوداد المغربي، وخاض المارد الأحمر ميرانو الأخير، فدخل فريق الأهلي معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة أمام الوداد المغربي. وعقد كولر اجتماع مع لاعبيه لتحفزهم على تحقيق فوز مريح على الوداد المغربي ليسهل مهمة الفريق في مباراة العودة بالمغرب وسط أنصار فريق الوداد. وتأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاث أهداف دون رد في مباراة الذهاب اللي أقيمت في رادس، وفاز بهدف دون رد في مباراة العودة اللي أقيمت على استاد القاهرة. فيما تأهل فريق الوداد للنهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز بالمغرب والتعادل الإيجابي بهدفين في جنوب أفريقيا، مستفيداً بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض. طيب هنكمل مع حضراتكم اخبارنا الخاصه بالبريمو النهارده. خلينا نبتدي بقى ما دام احنا بنتكلم على الاهلي، ما زلنا مستمرين طبعا في اخبار مباراه الغد، واحنا كنا اتكلمنا عن التشكيله وعن القايمه والتشكيل المتوقع والتشكيل المتوقع الخاص بفريق الوداد، لكن مهم جدا ان احنا برضو اخبار الاهلي يعني مهمه. احنا بنتكلم على ماتش بكره، مصطفى شوبير كل الدعم ليه، وكولر برضو
بيدعمه بشكل كبير جدا الحقيقه، خصوصا هو كلنا شايفين ان هو حارس مرمى ممتاز، وبالتالي بشكل كبير بنسبه كبيره هيكون هو الحارس مرمى الاساسي في مباراه الغد، بناء على ان الشناوي كان خلاص تم استبعاده، كان مصاب وتم استبعاده، وفي نفس الوقت علي لطفي كان مصاب ولسه راجع من الاصابه. كل التوفيق لمصطفى شوبير بكره في حاله وجوده في التشكيل الاساسي. التفاصيل نفسها بقى الخاصه باستبعاد الشناوي، ان الدكتور احمد ابو عبله قال ان الشناوي سليم يقدر يلعب، لكن هل كمدير فني شايف ان الشناوي لو لعب بكره واتصاب فخسره في الماتش اللي بعده، او خسره في الماتش اللي هيكون يوم 11 اللي هو بعد ايام يعني من مباراه الغد، وبالتالي من وجهه نظره الشخصيه كان كولر انه يتم استبعاده ويريح وياخد راحته في الرجوع مرة أخرى، وإن الإصابة تبقى تماما انتهت، وبعد كده يستفاد منه في المباراة القادمة. هي المباراة القادمة هي مباراة الأصعب فعلا إن شاء الله. طبعا بكرة لو أنت حسمتها بشكل كتير كبير ونتيجة محترمة ونتيجة كويسة هتريحك في الماتش الجاي، هتريحك الماتش الجاي، لكن الماتش القادم هو ماتش صعب جدا جدا اللي هو ما بعد طبعا مباراة الغد، هتبقى مهم جدا التواجد الخبرات كلها فيها بقى بما فيهم الشناوي. خلينا نسال الجزئيه دي الخاصه بالشناوي ومصطفى شوبير ولا علي لطفي اللي يبتدوا بكره مع كابتننا الجميل وكابتن مصر واحد حراس مرمى المميزين الحقيقه، واحد مدربي حراس المرمى اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي، ويعني طبعا ضرب الشناوي بشكل كبير جدا وكان ليه عامل ايجابي جدا في وجود الشناوي بهذه الحاله، كابتن طارق سليمان حارس مرمى مصر، بالتالي طبعا بحييه من خلال التليفون من خلال البريمو. كابتن طارق تحياتي ليك. ازيك يا فاروق عامل ايه؟ مبارك يا ابو الكباتن، كله تمام؟ تمام والله يا كابتن، يا رب دايما. بكره ماتش صعب الحقيقه يا كابتن، عايزين نعم؟ كده بكره بقول لك ماتش صعب طبعا وبالتالي يعني سؤالي عن اهم مركز بكره في المباراه وهو حراسه المرمى اللي عليه كلام في التوقيت الحالي، هل علي لطفي ولا مصطفى شوبير بعد استبعاد الشناوي من القائمه يا كابتن؟ من وجهه نظرك. والله المعلومه اللي عندي يا كابتن فاروق ان مصطفى ان شاء الله هيبدا المباراه بايده. يا رب يا رب الخير ليه يا رب يا كابتن ان شاء الله. ربنا يوفقه وربنا ان شاء الله يعني يكرمه، يعني مطلوب طبعا اكيد يبقى المباراه بكره مباراه صعبه ومباراه يعني نهائي افريقيا، انت بتتكلم على يعني مثل اهم مباراه في القاره يعني. صح صح، وفي الموسم يا كابتن، وفي الموسم طبعا. فانا من خلال طبعا حضرتك بعد يعني مصطفى ان شاء الله باذن الله، انا متاكد وبثق جدا في الولد وقدراته. عنده شخصيه وده مطلوبه جدا في النادي الاهلي. انت عارف لعبت في النادي الاهلي كابتن فاروق، عارف ان اهم حاجه بالذات مركز حراسه المرمى ده محتاج الحارس يبقى عنده شخصيه وشخصيه قويه، زائد طبعا الاداء الفني وزائد حاجات كتير جدا فنيه، انما لو انت عندك الجزء الفني ده يعني موجود بشكل كبير وعندك الشخصيه فمشكله صدقني مش هتكمل في النادي الاهلي او هيبقى الامور بالنسبه لك صعبه. صح. ومصطفى من الحراس اللي عندهم شخصيه كبيره وشخصيه قويه، وده يعني شفناه طبعا من خلال طبعا المردود اللي قدمه في الفتره الاخيره السنه دي من اخر كام مباراه لعبها، قدم مردود كويس جدا. زي كمان الماتشات اللي احنا شفناه فيها في السنه اللي فاتت، يعني هو كان بيلعب على فترات متباعده شويه، انما لما بيلعب بيقدم مردود كويس الامانه يعني، وده شفناه كتير يعني. والحقيقه كابتن انا كمان شايف ان جماهير الاهلي يعني ما قلقتش، يعني ما قلقتش، فدي حاجه كويسه، مردود كويس لمصطفى الحقيقه. بص يا كابتن فاروق، جمهور الاهلي واعي قوي وعارف امتى يساند وامتى يضغط وامتى، فهو واعي وعارف ان طبعا غياب نجم كبير وحارس كبير جدا جدا زي محمد الشناوي. محمد الشناوي كان فاروق من 2018، احنا في 2023 هو الحارس الاول لمنتخب مصر. صحيح. فكل المباريات الدوليه لعبها مع النادي الاهلي، يعني يصنع الفارق دايما في ماتشات ثقيله جدا وماتشات كبيره، ويا اما جاب بطولات للنادي الاهلي، فغيابه اكيد مؤثر. صحيح. لازم يعني دي نقطه لازم تتقال ونقطه مهمه. انما اللي مطمن الواحد زي ما قلت لحضرتك ان علي حارس مرمى كبير وحارس مرمى متميز وعنده شخصيه، زي ما كنا بنتكلم على مصطفى بنتكلم على علي، بس علي برضه خرج من مباراه الترجي باصابه. فالاثنين نسبه شفائهم مش كامله بنسبه 100% او درجه الشفاء بتاعتهم مش كامله بنسبه 100%، عشان كده المردود اللي قدمه مصطفى في الفتره اللي لعبها طمن الراجل، طمن كولر. وكولر الامانه من المدربين
المدير الفنيين اللي هو ما فيش حاجه اسمها لعيب يبقى عندي مصاب ويجازف بيه او يلعبه حتى ولو كان في النهائي، لان هو طبعا ممكن الشناوي يبدا المباراه بعد 10 دقائق لا قدر الله، او بعد ربع ساعه او بعد نص ساعه ممكن يخرج. فلما ينزل الحارس البديل يبقى انت بتكمل المباراه ما عندكش بديل بره. صحيح، طبعا كل شيء وارد في الكوره يعني. صحيح. انا بتكلم، بس انا ما ينفعش طبعا. هو اكيد في تقرير طبي بيقدم طبعا اكيد من الدكتور احمد ابو عبله، كل في كواليس كتير احنا ما نعرفهاش. انما الواضح قدامنا ان الراجل بيثق في مصطفى شوبير، ان الراجل مدي ثقه كبيره جدا جدا، مطلوب بكره من الجمهور بقى كمان مسانده لمصطفى شوبير. صحيح. طيب مباراه صعبه. بالظبط. كانت الماتش يعني الماتش بكره، النهارده مصطفى، واكيد من يومين يعني الامور بتبقى بتتحس يعني. إيه يعني انا برضو عايز انقل احساس الجمهور بان لاعب بيكون ممكن لسه صغير وهيلعب مباراه نهائيه زي كده. كانت يعني دايما لما يكون مدرب حراسة مرمى اللي معاه، وحضرتك اكيد مريت بظروف زي كده، بتنصح بايه لمصطفى في اليومين دول او في اليوم ما قبل اللقاء يا كابتن؟ يبقى هادي يا كابتن فاروق. مصطفى يبقى هادي جدا، وده طبعا بص خد بالك دور المدرب الحراس مهم جدا، والتوقيتات اللي بيتكلموا فيها مهمة جدا. ولما يكلمه يقول له ايه يعني النهارده الولد خلاص يعني معسكر من امبارح، والنهارده خلاص يعني يعني خلاص بقى المباراه خلاص يعني فتره بسيطه، وبكره عنده خلاص في غدا وبعدين الاستاد، فامتى بقى يقول له ايه في التسخين هو نازل الملعب وهو وبعد يعني اثناء المباراه وبين الشوطين. في طبعا في حاجات كتير يعني. يعني خد بالك احنا لو حضرتك فاكر الكونفدراليه، هنشوف اكرام اتصاب رغم ان كان لعب 98% من الماتشات، وجينا على المباراه النهائيه احمد عادل لعب الماتشين. صح. لعب سوي سبورت في سوي سبورت، ولعب سوي سبورت هنا في القاهره، وكسبنا البطوله بهدف متعب طبعا. هدف شريف. هدف جميل. برضه اتحطينا في ظروف صعبه جدا جدا، وكان احمد عادل بيلعب لو فاكر حضرتك فاكر بيلعب، وكان عنده الاماميه في اخر مباراه الصف الاماميه. فبرضه ايه بتمر بظروف صعبه، فالظروف الصعبه دي دايما اللي بتطلع النجوم يا كابتن. صح فلو. صحيح يا كابتن. صحيح. برضه بكره في ظروف صعبه بالنسبه لمركز حراسه المرمى. طبعا ظروف صعبه. بس صدقني صدقني مش هتبقى ظروف صعبه في وجود حارس كبير يعني. انا بعتبره يعني هو اتولد مصطفى اتولد حارس كبير. انا قلت يا كابتن ده تحول تاريخي في حراسه المرمى بكره بالنسبه للنادي الاهلي، فريق النادي الاهلي. مصطفى بكره يعني ربنا يكرمه ويوفقه، وتبقى المباراه يعني تتسهل عليه. طبعا هيبقى فيه هجوم من النادي الاهلي ضاغط، وهيبقى فيه شغل كتير على حراسه المرمى بالنسبه للوداد. هنا بقى دور مصطفى وما بقاش سرحان، لان ممكن ما يجيلوش ضغط كتير، هو ده الخوف. وفي لحظه يجيله في لحظه يجيله. فازاي بقى انا دايما بتحرك مع تحرك الكوره، ازاي ببقى قريب من خط الدفاع بتاعي. خط الدفاع لما بيطلع على نص الملعب لازم انا ابقى في ظهر خط الدفاع. صحيح صحيح. وابقى برضو ايه ما بقاش مدي جاب كبير بينه وبين خط الدفاع، لان هم بيعتمدوا على الهجمات المرتده. فانا لازم مصطفى يبقى عنده وعي في التحركات في داخل 18، عنده وعي وعنده قرار في التحركات اللي ورا خط الظهر، زائد كمان بقى تمركزاته تحت الثلاث خشبات. كل الكلام ده طبعا انا متاكد ان مصطفى عارف الكلام ده، وان الراجل مدير حراس المرمى مش ياكل بيقول له الكلام ده. صحيح. انما احنا بس بنذكر. طب عايز اسالك سؤال يا كابتن، سؤال مهم جدا برضو احنا بنوضح للجمهور يعني. طبعا ماتشات النهائي الماتش الاولاني مهم زي الثاني، لكن لحراسه المرمى هل بتبقى المباراه الاولى اللي هي بتبقى على ارض واحنا بنتكلم الاهلي، هل المباراه بالنسبه للنادي الاهلي في حراسه المرمى اصعب، ولا المباراه الثانيه الاصعب اللي هي موجوده في المغرب؟ لا طبعا بص يا كابتن فاروق، المباراه الاولى بتبقى الاصعب. ليه؟ انت لسه مهم جدا، وبالذات لما تبقى على ملعبك. المباراه الاولى لما تبقى على ملعبك بتبقى بالنسبه لك لسه موضوع الهدف اللي بره الملعب ده بهدفين، انت في حاله التعادل. فمن هنا بتيجي صعوبه المباراه الاولى اللي على ملعبك. ليه؟ انت مطالب ان انت تكسب مكسب مريح، انت رايح انت عارف الاجواء اللي انت احنا وبالك خسرنا البطوله دي مرتين من الوداد 2017 كنت. صحيح. انا واحد كنت انا موجود في الجهاز الفني مع كابتن حسام البدري، وخسرنا البطوله السنه اللي فاتت. كان مباراه واحده، انت عارف طبعا الظروف اللي حصلت، وكان فيها ظلم للنادي الاهلي اتلعب مباراه واحده وفي المغرب. فمن هنا طبعا زي ما بقول لحضرتك، انت مباراه بكره دي انت رايح وانت يعني مليون عارف الاجواء اللي هتعيشها هناك في المغرب. فمن هنا بقى بتيجي صعوبه المباراه اللي هنا. مهم جدا جدا ما يجيش في الجول. مهم جدا جدا ما يجيش في الجول. طيب يتطلب ايه بقى عشان ما يجيش فيها جول؟ يتطلب ان انا خط الظهر بتاعي يبقى في قمه تركيزه، زي حراسه المرمى في تنظيم دفاعي بشكل جيد جدا جدا جدا. يبقى في تفاهم بالنقطه دي مهمه جدا، في تفاهم بين مصطفى وبين خط الظهر.
لان مصطفى هيطلع اكيد هيطلع بكره، ممكن يطلع في خلف المدافعين في كرات بينيه ورا خط الظهر، يطلع في كرات عرضيه، فلازم في تفاهم بينه وبين خط الظهر عشان ما يحصلش اي خطا يتسبب في ان الاهلي يجي فيه جول، فتبقى مشكله صح. مشكله بالنسبه لنا ان يجي فيه جول في النادي الاهلي. وطبعا لازم الاهلي يسجل، فهي معادله ازاي انا بقى المعادله دي تمشي زي ما انا عايز اقدر اسجل وما استعجلش يا كابتن فاروق، ما استعجلش صحيح. المكتب جمهور صحيح. كبير، ممكن يبقى فيه 60 70 الف بكره في الاستاد. طب الجمهور ده عنده وعي وما يستعجلش اللعيبه في الملعب مزبوط. حتى لو المكسب احنا كسبنا الرجاء يا كابتن فاروق المباراه اللي كانت هنا الاولى 2 احنا كسبنا 2 بس هدف في اخر دقيقه في الشوط الاول لو حضرتك فاكر صح، وهدف في اخر دقيقه في الشوط الثاني صح مش كده؟ صح عايز اقول ايه ان الهدفين ما جبناش جول مثلا في اول الشوط الاول ولا في اول الشوط الثاني، لا الهدفين في اخر الشوط الاول اخر الشوط الثاني. فمن هنا بتيجي ايه ان انا لازم ابقى عندي صبر ولازم اللعيبه ما تستعجلش صحيح. وطبعا اكيد بقى استغلال الفرص ده مهم قوي، ده جدا لازم جدا. انا بقى يعني حضرتك مهاجم والكلام اللي بقوله ده انا اتكلمت فيه مع كابتن كشري كمان في الحته دي كابتن، يعني استغلال بقى الفرص اللي بتجيلنا دي نقطه مهمه جدا، ما بيبقاش فيه بقى تضييع فرص كتير لان الفرصه ثمنها غالي. لا والفرصه لما بتضيع كابتن ورا فرصه بتلاقي انت نفسك بتقول لا، يعني بتلاقي روحك المعنويه بتقل وهو روح المعنويه بتزيد. طبعا مفيش كلام عشان كده بقول لك الفرصه غاليه قوي صح، لان الفرصه دي ممكن بدل ما يطلع النتيجه تبقى كسبان 1-0 تبقى 2 تبقى 3 صح، يبقى المباراه اللي هناك برضه بتتسهل عليك يا كابتن فاروق، ما تبقاش برضه بنفس الضغط لما تبقى متعادل 0-0 او كسبان 1 فبتروح هناك انت ما انتش ضامن التحكيم دلوقتي، التحكيم الافريقي انت عارف برضه بيحصل حاجات كتير، الحكام بتعرف تحجم المباراه والحكام بتعرف يبان ان هي ما فيش غلط ليها، انما هي بتعمل حاجات بشكل يعني في بقى يعني ذكاء وفي حاجات كتير قوي. شفنا الكلام ده مع بكاري جسام في 2017 شفنا الكلام ده في ماتشات كتير للنادي الاهلي بره الارض يعني صحيح. اتمنى التوفيق بكره ان شاء الله يا رب، ده الاهم ماتش بكره كابتن. طيب قبل ما اختم مع حضرتك كابتن بخصوص الموقف اللي حصل بقى بتاع حراسه المرمى دي، هل بيدي يعني تفكير لدى الاداره ان لازم يبقى استعانه بحارس مرمى موجود الموسم القادم يا كابتن يكون بنفس قوه الثلاثي؟ لا يا كابتن فاروق خالص بالعكس، النادي الاهلي وانا بقول الكلام ده كتير جدا، النادي الاهلي عنده افضل حراس مرمى موجودين في مصر، يعني بنتكلم على الشناوي، بنتكلم على علي لطفي، على مصطفى شوبير، وحمزه علاء، حمزه علاء موجود كمان، وعندك كمان مصطفى مخلوف، مخلوف صحيح. فانت عندك لا عندك حراس مرمى مش محتاج يعني يا كابتن، وكلهم خد بالك كلهم في فروق في مراحل سنيه مختلفه. يعني انت عندك علي قريب من الشناوي، مصطفى بعيد، مصطفى في فرق سن بينهم كبير، حمزه علاء قريب من مصطفى، الاثنين حارسين واعدين وصغيرين في السن، مصطفى مخلوف 2003، فانت عندك المراحل السنيه المختلفه، فانا شايف لا التدرج بالنسبه للحراس المرمى، المستوى كمان الفني لا حاجه محترمه جدا حراس المرمى النادي الاهلي، يعني مش محتاج يا كابتن حتى بعد الموقف بتاع يعني بتاع النادي الاهلي مش محتاج يجيب حراس مرمى من بره بصراحه. تمام كابتن طارق، اتمنى التوفيق ان شاء الله النادي الاهلي، ندعي كلنا ويعني حضرتك تدعي وانا ادعي وكل الاهلاويه ومصر الحقيقه تدعي للنادي الاهلي، ان هو يعني النادي الاهلي بيمثل بلدنا الحقيقه في نهائي دوري ابطال، والحقيقه النادي الاهلي لو حصل على البطوله، بشكر كابتن طارق طبعا، حصل على البطوله دي 11 المره رقم 11، ما نيجي نبص حواليك في القاره الافريقيه كده، كل الاحترام لكل الانديه، يعني احنا بنتكلم اقرب الانديه للنادي الاهلي حصول على هذه البطوله الزمالك ومازيمبي 5-5، وبالتالي الاهلي هيبقى في حاله الحصول فرق 6 بطولات، والقادم بالنسبه له برضه يعني هيزود العدد، فبالتالي حقيقه هو زي ما بيقول سيد اسياد انديه افريقيا حقيقه، بالبطولات بالالقاب بالارقام حاجات كتير جدا بمشاركات في كاس العالم، وبالتالي يعني وجود بكره النادي الاهلي بالمكسب ثم هناك في المغرب برضو انه يحصل على البطوله هتفرق كتير جدا في تاريخ الكرة المصرية وفي تاريخ النادي الأهلي طبعا بحصوله المرة 11 على هذه البطولة. نتمنى إن شاء الله التوفيق واللعيبة تبقى في حالتها بكرة وكله يبقى على قلب رجل واحد إن شاء الله، سواء بقى الجمهور مع اللاعبين مع الجهاز مع كل محبي النادي الأهلي إن شاء الله بكرة، دعواتكم بأمر الله. طيب خبر مفرح لجماهير النادي الأهلي وده خبر مهم جدا، إن في راعي جديد انضم لرعاة النادي الأهلي بمبلغ 60 مليون جنيه لمدة 4 سنين، يعني ده برضو
بيأكد على قوة النادي الأهلي وبيأكد على شعبيته الكبيرة وعلى حصوله على البطولات واستقراره الإداري واستقراره الخاص في كل التفاصيل والبطولات. وحقيقة مش بتكلم على كرة القدم فقط، أنا بتكلم على اللعبات الجماعية والفردية، وبالتالي لما الرعاة بتيجي تدور بتدور على النوعية دي من الأندية، النوعية دي من الأندية، الأندية المنتظمة، الأندية المستقرة إداريا وفنيا، وطبعا الشعبية الكبيرة، وأمور كثيرة جدا خاصة بالتسويق، فمنها النادي الأهلي. هذه الأندية يعني النادي الأهلي طبعا زيه زي الأندية الكبيرة في أوروبا برضو نفس الوضع، بيدوروا بالشكل ده وكله بنسبة وتناسب الحقيقة، عشان بس الناس ما تيجيش تقول لك لا طب يعني أنت مش عايز تدي الأندية الأخرى، لا الأندية الأخرى تاخد جزء من الرعاة وتاخد من الرعاة برضو اللي هي عايزاه، لكن هي الرعاة دايما بتبقى فيها نسبة وتناسب. الأندية الكبيرة زي مانشستر سيتي ما بتاخدش زي مثلا هال سيتي أو أيا كان اسم النادي، لا الموضوع بيبقى مقسم وبتبقى الأمور بالنسبة للرعاية بتبقى منصبة على حاجات معينة واختيارات معينة، منها زي ما قلت لحكم كده استقرار إدارة وشعبية وحاجات كتير جدا خاصة بالوضع ده. طيب قبل ماتش بكره كانت سعد الحفيظ بيطمن كهربا على الغرامه بتاعته والوقف بتاعه، اللي يمكن نادي الزمالك سارع ب يعني الاتحاد الدولي ان هو عايز ينهي بقى الموضوع ده، وان شاء الله مفروض يعني يوم 12 يونيو هيكون القرار النهائي الخاص بالاتحاد الدولي والغرامه. كانت سعد طمن كهربا ان الامور هتمشي بشكل جيد والغرامة هتدفع قبل الإعلان عن الوقف أو فك الوقف بالنسبة لكهرباء أو الغرامة الخاصة بكهرباء في الفترة القادمة بالنسبة لنادي الزمالك. طيب دي أخبار نادي الأهلي. عندي بعض الأخبار لنادي الزمالك، إن الزمالك مهدد بالإيقاف لفترتين. ليه بقى؟ لسه مشكلة شيكابالا مع نادي سبورتنج لشبونة موجودة مع نادي الزمالك لغاية دلوقتي، ومفروض نادي الزمالك يدفع $1.5 مليون عشان تتحل المشكلة دي، حتى الآن لسه ما اتدفعتش لنادي سبورتنج لشبونة. احنا بنتكلم مدة طويلة جدا. وفي الحالة دي لو نادي الزمالك ما دفعهاش هيتم إيقاف نادي الزمالك أو إيقاف قيده لفترتين. طبعا يعني الحقيقة نادي الزمالك لما توقف قيده الأمور بص اتلخبطت لغاية في سنة من السنين، يعني سنة قبل فاتت أخد دوري لكن برضو الأمور بالنسبة له بقى اتلخبطت شوية لما جه جاب بقى لعيبة، جاب لعيبة كتير وما كانش يعني ليها التأثير الإيجابي السنة دي على الفريق. وبالتالي يعني نتمنى نادي الزمالك يخلص الأمور الخاصة به ماديا مع نادي سبورتنج لشبونة في الفترة القادمة، من خلال طبعا مصادرنا أن نادي الزمالك منتظر $750,000 من الاتحاد الأفريقي نظير مشاركته في دوري الأبطال، وفي نفس الوقت منتظر $400,000 من الاتحاد الدولي نظير مشاركة سيف الدين الجزيري وفرجاني ساسي، كان في الوقت طبعا خاص بكأس العالم المنتخب تونس كان مشارك في كأس العالم، وبالتالي يعني الفلوس دي ممكن يعني تساعد بشكل ما في هذه القضية يعني خاصة بسبورتنج لشبونة. في نفس الوقت بعض اللاعبين اللي ممكن نكون نادي الزمالك خلاص استقر على رحيلهم في الموسم القادم او في نهايه الموسم، خلاص احنا بنقترب من نهايه الموسم، لكن في طبعا راحلين عن نادي الزمالك نتيجه مثلا الاعتزال زي محمد عبد الشافي، في بعض اللاعبين نتيجه امور خاصه فنيه ان الراجل سواء بقى الراجل الموجود دلوقتي او قبل كده ما بيعتمدش عليهم. حتى الان بنتكلم ان عبد الله جمعه من الاسماء اللي موجوده، شبانه، عمرو السيسي، وعمر جابر، دي امور فنيه بتخلي ان التفكير بالنسبه للموسم القادم ما بقوش متواجدين مع نادي الزمالك وفريق نادي الزمالك. وبالتالي في برضو احنا بنتكلم على محمد عبد الغني برضو من الناس برضو اللي حتى الان لم يتم حسم الامر لكن موجود من ضمن الاسماء وملامح. انا حقيقه محمد عبد الغني بشوف ان هو لعيب كويس محتاج فرصه ومحتاج ان هو يبقى موجود في الفتره اللي جايه في نادي الزمالك بيلعب باستمرار، لكن طبعا فتره من الفترات ابتعد تماما عن مستواه، لكن هو لعيب كويس الحقيقه يقدر نادي الزمالك او مدرب بيرجعه زي ما هو مكان يعني الحقيقه لما كان في حالته يعني. طيب ده بالنسبه للراحلين. في برضو
من خلال وجود اسوريو اللي هيكمل بقى مع نادي الزمالك، راجل مكمل مع نادي الزمالك، في كلام كان عن برضو رحيل نضاي ورؤى ان في تفكير في الاستغناء عنهم، لكن الراجل متمسك بيهم الحقيقه ورافض رحيلهم في الفتره القادمه. الفتره اللي فاتت يعني كان في كلام من رئيس نادي الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور بتواجد نجم كبير هيتم التعاقد معاه، وبالتالي حتى الان مين الاسم؟ الاسم بيتردد في امور كثيره، اشرف بن شرقي، امور ممكن تكون راحه لامام عاشور، ولكن الاقرب هو امام عاشور، لان فكره التجربه حتى الان ونجاحها في ميتلاند الدنماركي مش موجوده الحقيقه. واضح ان يعني امام مش عارف يتاقلم، وامام مش عايز يكمل، ففرصه انك عايز ترجع تاني لعيب كان مهم بالنسبه لك ومهم لدى الفريق ومهم لدى الجماهير ان هو يرجع مره اخرى، وبالتالي دي ممكن تكون المفاجاه اللي اعلن عنها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق. طيب بعض الاخبار الخاصه بالانديه الاخرى، بيراميدز بيدرس استعاره مصطفى محمد من نادي نانت، ما اعتقدش ان ده ممكن يكون يعني هيتم قبولها من مصطفى محمد، او لا يعني لو بيراميدز عرض الموضوع ده على مصطفى ان مصطفى انه يرجع مصر تاني من خلال نادي بيراميدز هتبقى صعبه جدا، لكن ده تفكير لدى الاداره ان هم عايزين يبقى منطقه الهجوم قويه، وبالتالي مصطفى محمد احد اللاعبين الاقوياء الحقيقه في مركز الراس حربه. طيب بكره ان شاء الله ميكالي هيعقد مؤتمر صحفي هيعلن فيه قائمه منتخب مصر الاولمبي ان شاء الله. بكره هيكون يوم السبت، انا اسف، هيكون يوم السبت المؤتمر الصحفي يوم 10 يونيو، وبعد كده هتكون بداية المعسكر يوم 12، ثم بعد كده هيكون مباراة ودية يوم 15 مع منتخب غانا، والسفر بعد كده إلى المغرب وبداية بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى باريس 2024. هيتم اختيار ثلاثة، والرابع هيكون هيلعب ملحق مع منتخب آسيا برضو اللي في نفس المركز، ويلعبوا ويتم طبعا تأهل منتخب آخر من هذه المباراة، ولكن نتمنى التوفيق للمنتخب الأولمبي. ميكالي كابتن وائل رياض شيتوس من خلال الفترة القادمة بيجملوا مجهود الحقيقة عشان نوصل لأفضل حالة لمنتخبنا الوطني الأولمبي. النهاردة مانشستر سيتي بيتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي بثنائية ضد مان يونايتد، جوندوجان النهاردة كان بطل هذه المباراة، أحرز هدفين، 2-1 المباراة خلصت، وطبعا مانشستر سيتي الفريق المرعب اللي بياخد كل البطولات تقريبا، منتظر بس فقط مباراة يوم 10 امام الانتر في نهائي دوري الابطال، وبالتالي بقى يمكن حققوا كل حاجة، ادي الدوري الانجليزي وادي كأس الاتحاد الانجليزي والمنتظر دوري ابطال اوروبا، يعني فريق حقيقة متكامل، فريق قوي جدا، النهاردة بيتوج بكأس الاتحاد الانجليزي. بكرة مع بريرا رئيس لجنة الحكام هيتم مناقشة يعني بعض الأمور، طبعا كان في بيان تم إصداره من اتحاد الكرة النهاردة بيقول فيه ان بريرا يعني في بعض الأمور الخاصة بالتحكيم، وهيكون في لائحة جديدة هتتحط خاصة بالحكام، لائحة ثواب وعقاب، أمور كثيرة خاصة ب تحسين مستوى الفني للحكام، بالإضافة طبعا إلى المعسكر اللي هيتم في نهاية الموسم ما بعد طبعا توقف المباريات، هيكون في معسكر يتم فيه تحسين الأمور الفنية الخاصة بالتحكيم المصري. نتمنى إن شاء الله السنة الجاية الأمور تختلف تماما. طيب تسمحوا لي هنطلع لفاصل، استقبل معايا كابتن محمد مرعي، كابتن والي موافي، نجوم الكره المصريه من خلال تواجدهم معايا، هنتكلم على التفاصيل الخاصه بمباراه الغد الاهلي والوداد ونهائي دوري الابطال، والمباراه المهمه الحقيقه اللي هتريحنا كتير ان شاء الله في حاله المكسب الجيد ان شاء الله. نطلع لفاصل ومكملين مع حضراتكم. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي استعداداته لمواجهة النادي الأهلي مساء الأحد باستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وخاض فريق الوداد البيضاوي مرانو الأول في القاهرة مساء الجمعة استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي. وتلقى البلجيكي سيفن فاندن بروك المدير الفني للوداد ضربة موجعة بعدما تأكد غياب لاعب وسط الفريق عبد الله حيمود. فأكد دكتور أنيس شاكو طبيب الفريق إن اللاعب تعرض لالتهاب حاد على الزائدة وقام بإجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات بالقاهرة، وتأكد غيابه عن المباراة بشكل رسمي. وتأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي، فتعادلوا سلبياً في ملعب مركب محمد الخامس قبل ما يخطف الفريق المغربي تعادل سمين بنتيجة هدفين لكل فريق في جنوب أفريقيا. وهيعتمد سيفن فاندن بروك المدير الفني للفريق على العديد من العناصر الهجومية المميزة زي زهير المترجي وبولي سامبو ومحمد أونجم وأيمن حسوني وغيرهم. وبيسعى الوداد البيضاوي المغربي لتحقيق لقبه الرابع في دوري أبطال أفريقيا، فتوج باللقب للمرة الأولى عام 1992 على حساب الهلال السوداني، ثم حقق تاني ألقابه عام 2017 على حساب الأهلي بهدف لوليد الكرتي في ملعب مركب محمد الخامس بعد ما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق. سجل الأهلي مؤمن زكريا وتعادل أشرف بن شرقي للوداد. وحقق الوداد لقبه الثالث العام الماضي على حساب الأهلي أيضاً بثنائية نظيفة في ملعب مركب محمد الخامس حمل التوقيع زهير المترجي. طيب برحب بحضراتكم مرة تانية، وحديث هيكون عن مباراة الغد، مباراة الأهلي والوداد. حقيقة كلنا بنتمنى يعني الفوز والتألق للاعبي النادي الأهلي بكرة ويكونوا في حالتهم إن شاء الله عشان نوصل بالمباراة لبر النهاية الجميلة اللي احنا متوقعينها الحقيقة من المباراة، ويا رب إن شاء الله دايما في سعادة مستمرة وتحقيق البطولة رقم 11. هتبتدي من هنا من استاد القاهرة بكرة الساعة 9 بأمر الله. خلينا نرحب بضيوفي كابتن محمد مرعي، كابتن وائل موافي. كابتن مرعي طبعا واحد من نجوم نادي الاتحاد، كابتن وائل موافي من نجوم الجونة ونادي المنصورة، الحقيقة اللي في القسم الثاني الحقيقة دلوقتي بيعاني هي نادي المنصورة. هنتكلم على تفاصيل كتيرة خاصة أيضا بالقسم الثاني. خلينا نرحب بالكابتن محمد مرعي في البداية. كابتن محمد تحياتي ليك. أهلا بيك يا كابتن. أخبارك إيه؟ الحمد لله. منور. نور يا كابتن. كابتن وائل حبيبي يا كابتن محمد. إزاي؟ الحمد لله تمام. أخبار الدنيا إيه؟ كله تمام. كله تمام. طيب هنبتدي أكيد بالأهلي ومباراة بكرة، وهي مباراة مهمة في ظل ممكن غياب مهم جدا لنادي الأهلي هو غياب الشناوي. الاعتماد على حارس مرمى شاب زي مصطفى شوبير كابتن مرعي، بتشوفه ازاي في مباراة نهائية؟ أنا بشوف طبعا فاروق إن الماتشات دي هي اللي بتصنع الأبطال، يعني دايما الماتشات الصعبة والبطولات الصعبة هي اللي دايما بتصنع نجوم. فممكن مصطفى شوبير يبقى هو طبعا هو ولد كبيرا، يعني إن هو طبعا ابن حارس كبير، وهو انا شايف ان هو الولد ما شاء الله ماشي بخطه ثابته ومش مستعجل، بيقعد احتياطي، بيقعد برا السكور، روحه جميله جدا، بيلعب بيشارك، بعد فتره بيبقى كويس. الماتش اللي فات كان من اسباب برضو شال كورتين صعبين جدا قبل الاهلي ما يجيب الجون، كانوا فرقوا في نتيجه المباراه. فشايف ان مصطفى ان شاء الله باذن الله يبقى بدايه خير بكره ليه كبيره جدا. هو اهم حاجه ان هو ما يخافش وان هو يبقى عنده ثقه في نفسه، ودي من الحاجات اللي هتفرق معاه كتير جدا، لان طبعا وجود جمهور غير في ماتشات الدوري مفيش جمهور. يعني برضو يعني جمهور وجمهور عايزك تكسب في يعني ماتش نهائي، فدي صعوبه ماتش برضو ماتش مختلف عن ماتشات الدوري، فطبعا الضغط العصبي عليه هيبقى كبير جدا، لكن ان شاء الله باذن الله يعمل مباراه طيبه وتبقى يعني بدايه خير لي ان شاء الله باذن الله. قائمه الاهلي معاك يا وادي قدامك. القائمة اللي تم اختيارها ومتوقع تشكيل بكرة هيبتدي بمين في ظل طبعا رجوع حمدي فتحي للقائمة، وجود السولية وديانج ومروان عطية، وفي الجانب طبعا خاص الهجوم برضو، تتوقع التشكيلة تبقى ماشية ازاي بما ان خلاص مصطفى شبير هو الحارس؟ خلاص المعلومة اللي وصلنا يعني احنا متفقين مصطفى هو بنسبة يعني 95% هو اللي هيكون موجود،
وزي ما انا اتكلمت قبل كده هنا كابتن محمد ان هو جول النادي الاهلي وجول النادي الاهلي لازم يكون جول كبير ولازم يعرف ان هو جول كبير شخصيته كبيره. مصطفى شوبير لعب حوالي على فترات متباعده 11 ماتش مع النادي الاهلي كسب النادي الاهلي كسب 10 فدي نسبه كبيره جدا. هو جول عنده شخصيه اتوقع ان يبقى في قعده بينه وبين الجهاز الفني نفسيا عشان يتاهل نفسيا لماتش زي ده ماتش بطوله. كل الجمهور انا شايف على السوشيال ميديا بيدعم مصطفى شوبير ان شاء الله يكون بكره هو من اسباب مكسب النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. بالنسبه للقائمه يعني المتوقع طبعا زي ما احنا قلنا مصطفى يلعب يبقى علي معلول محمد هاني متولي عبد المنعم متولي عبد المنعم متولي عبد المنعم ديانج مروان حمدي فتحي حسين الشحات بيرسيتاو كهرب ده الامثل الامثل والمتوقع ان هو يكون موجود بكره ان شاء الله في تشكيله النادي الاهلي. التغييرات طبعا هيكون لها عامل مهم جدا دكه قصدك البدلاء هيكون لهم عامل مهم جدا بكره في تغيير سيناريو الماتش واتوقع ان كولر هيكون عامل في حسبانه الموضوع ده جدا لازم يكون سايب حاجات معاه يعني مفاجاه لازم يكون سايب حاجات معاه يقدر يغير بيها رتم المباراه. انت لو عندك لو انت بتتكلم على التشكيله اللي انت قلتها فانت عندك بره هيبقى قندوسي سلية بنتكلم على خالد عبد الفتاح بنتكلم على عبد القادر عبد القادر طاهر طاهر يعني هم دول اللي ممكن متواجدين بره ياسر برضو على حسب استخدام بالظبط يعني انت مثلا كسبان ومكسب كويس تقدر تشارك لعيبه مثلا في خط الظهر في نص الملعب مثلا يعني ما ده اللي انا بقوله لحضرتك هي بتبقى على حسب سيناريو الماتش. انا مدير فني عارف انا بكره هعمل ايه وانا كسبان هعمل ايه وانا خسران هعمل ايه خسران جول هعمل ايه كسبان جول هعمل ايه. هو اكيد قاعد وحاطط سيناريوهات كل السيناريوهات دي حاططها في دماغه وعارف هو بكره على الخط وانا بشيد بيه في الحته دي يعني هو بصراحه فنيا على الخط بيقدر يدير المباراه بشكل ممتاز جدا جدا يعني. لو الهدف اتاخر كابتن مراية ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا ممكن نغير في طريقه اللعب يعني بدل ما نلعب بثلاثه ديفندرات ممكن نلعب باثنين وقدامهم واحد بدل ما نلعب باربعة تلاتة تلاتة نلعب باربعة اتنين تلاتة واحد مثلا يعني ممكن نبدأ نغير في طريقة اللعب فهمتني. انا شايف ان احنا في ملعبنا ما نلعبش بثلاثة ديفندرات يعني ما تلعبش بالثلاثة دول ولا ممكن دول بس ليهم شكل مختلف في الملعب ممكن بقى شكلهم مختلف في الملعب يعني ممكن العب باثنين وقدامهم واحد فهمتني بحيث ان انت يبقى عندك التلت الهجومي فيه زيادة عدية شوية بحيث ان الماتش في ملعبك هو ده بقول ان دايما هو ده الشوط الاول في المباراة ماتشنا هنا محتاج ان انت تخلص الماتش بدري تجيب على قد ما تقدر عدد كويس من الاهداف بحيث ان انت ان شاء الله تستريح في المباراه اللي هناك لان المباراه اللي هناك انا شفت تصريح لكولر النهارده ان هو قال لك ان في حاجتين هو خايف منهم الاستعجال والخوف. استعجال هنا في القاهره استعجال استعجال ان احنا الماتشات النهائيه دي الماتشات بتبقى طبعا فيها ضغط يعني عصبي جامد في امور كتيره جدا وحاجات ديتيلز صغيره جدا بتبقى عند اللعيب والمدرب لازم كلها تبقى كلها فيها تفاهم بالظبط عشان توصل لمرحله انك نازل الملعب انت بتنفذ تعليماته وفي نفس الوقت انت ما عندكش قلق طبعا. لانك مع الوقت ممكن امور تصعب بس برضو ما يبقاش فيه قلق وده برضو مهم جدا الجمهور برضو طبعا طبعًا, طبعا ان زي ما احنا كنا بنتكلم كده انك لازم تديله الدعم حتى اخر دقيقه لانك لو كسبت واحد مثلا مش عارف تجيب جول ورحت جايب جول في اخر دقيقه تقدر تشتغل عليه في الماتش اللي بعده المهم المكسب طبعا طبعا. وحاله اللعيب كمان يا كابتن يعني حاله اللعيب في الماتشات اللي زي دي بتساعد المدرب بتساعد المدير الفني جامد جدا يعني الحاله بقى اللي احنا بالظبط يعني سهل بس بكره حاله اللعيبه بكره لو كل اللعيبه في التركيز عالي فايقين مركزين قلبهم على قلب رجل واحد بتسهل على المدير الفني اداره المباراه يبقى عنده الاختيارات في نطاق معين غير لما تكون كذا لعيب مش في حالته بتصعب المأمورية جدا على المدير الفني صح. اتمنى ان شاء الله بكره اللعيبه كلها تكون تركيز 200% مش 100% الحذر من ايه طب يا مريم اوالي بكره الجول ان يجي فينا جول وانت لازم عندك توازن برضه فاروق يعني ما ينفعش ان انت برضه تهاجم لا قدر ممكن يجي فيك جول هجمه مرتده ولا حاجه يتعبك جامد جدا بالزبط. في الماتش اللي هناك فهو هيلعب على كده يعني هو سيناريو المباراه بتاعه ان هو عايز يرجع باقل خسائر هو يرجع يا اما خسران 1-0 يا اما متعادل 1-1 يا اما لو يعني كره جت كده يبقى كسبان او حاجه لكن طبعا هو عايز يعني اكيد هيلعب بطريقه دفاعيه مش هيلعب بطريقه هجوميه ممكن يلعب على الهجمه المرتده بس انت خد بالك
ماتش سان داونز بيديك بعض الامور والبوادر عن فريق الوداد ان هو راح وكان بيهاجم وضيع فرص وجاب جولين. ايوه طبعا طبعا. بس انت برضه لازم تعمل حسابك ان هو مش هيدافع بس. ما انا بقول لك هو هيلعب على الهجمه المرتده، لكن هو بيلعب في نادي الاهلي، نادي كبير بيلعب في وسط في الجمهور في استاد القاهره، فطبعا كل الحاجات دي هو اكيد هو حاططها في حساباته فاروق. فطبعا هو هيلعب، انا بقول ان هو هيلعب هجمه المرتده، خطف جون هيبقى بالنسبه له حتى لو تعادل 1-1 او خسر 2-1 هيبقى بالنسبه له الهدف ده ممكن يلعب عليه، هيسهل عليه المأموريه جامد هناك. فاحنا دايما يبقى عندنا حذر دفاعي له، واحنا بندافع ها نهاجم ازاي واحنا بنهاجم ندافع ازاي. مهم قوي ان احنا يبقى عندنا السيناريوهات ديت. وانا شايف ان النادي الاهلي في حاله فنيه عاليه جدا يا فاروق، وحاله نفسيه عاليه جدا. ده هيفرق زي ما والي بيقول معانا، هيفرق معانا جدا ان شاء الله في المباراه اللي هنا. وانا ان شاء الله باذن الله متفائل خير، ان شاء الله باذن الله هيعمل نتيجه ايجابيه بكره ان شاء الله تريحنا في المباراه اللي هناك ان شاء الله. هسالك سؤال يا وادي برده بمرعي لو انت عايز تشاركنا فيه برده في نفس الوقت. تغيير شوبير الشناوي، ما يعني مصطفى شوبير ما كانش الشناوي، هل يدي تفكير للجانب الاخر بشكل معين في التكتيك بالنسبه لهم ان هو مثلا تروح وتسدد حارس مرمى جديد صغير؟ الشناوي فريق جول كبيرة فاروق، جول منتخب مصر الاول، جول نادي الاهلي بقاله فتره كبيره جدا، كابتن نادي الاهلي. فطبعا هو بالنسبه له ان هو هيلعب على حته ان ده جول صغير وان احنا ممكن نبدا نصوب عليه من بعيد كتير، ممكن كره تقع منه اقول انا الراس حربه بتاعي اعمل فولو مثلا ممكن تقع منه. فطبعا كل ده هيبقى عندهم الشناوي قوه ضربه للنادي الاهلي طبعا. لكن زي ما بقول لك هي الظروف والماتشات هي اللي بتعمل الابطال. شوبير لازم اتمنى بقى يا كابتن محمد برضو ان يعني دي تكون في ذهن اللعيبه وتكون في ذهن مستر كولر برضو، الحته اللي حضرتك بتقول عليها ان هم ممكن يبداوا يستغلوا موضوع التسديد من بره، الكورسات الكتير. يبقى لازم ولا بد يكون لاعيبه النادي الاهلي والديفندرات بالاخص عاملين الكفر على ال 18، ما يبقاش فيه تسديدات، امنع التسديدات. اي حد اتجاه المرمى هيصوب انا لازم ابقى عامل عليه بلوك، لازم ابقى عامل عليه كفر. يعني دي برضو اللعيبه لازم تاخد بالها منها، واظن ان ده هيتقال في اوضه اللبس من المستقبل الوداد ولا قصدك بالنسبه للاهلي؟ بالنسبه لعيبه الاهلي لازم يكونوا عاملين حسابهم كده. انا برضو وانا بتكلم بفكر الناحيه الثانيه ممكن يكون بيفكر ازاي بالظبط. يعني في ظل مثلا تغييره حصلت بالنسبه لحراسه المرمى، لاعب شاب بيلعب لاول مره نهائي، ايه اللي التفكير اللي ممكن يحصل عند مدير فني الوداد واللعيبه؟ الحارس ده نص الفريق، يعني انت عارف ان برضو الحارس مش اي مكان. يعني ممكن لو لعيب مثلا بيلعب في نص الملعب لعيب ممكن يبقى ليه تعويض، لكن الشناوي غيابه مؤثر جدا في المباراه. فانت زي ما انت بتقول يعني اكيد هو الوداد هيلعب على الحته دي. زي ما والي بيقول نعرف ان احنا ما حدش شوت من نص الملعب، ناس الديفندرات تعمل صداده قدام ناس السردباكات، والسردباكات تعمل فولو على 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 مصطفى بحيث انه يبدا ياخد. كمدافع كابتن مرعي في ماتشات زي كده وانت بتهاجم، الادوار اللي لازم يقوم بيها عبد المنعم هو ياسر او متولي، يعني المنعم هو يعتبر هو اللاعب الاساسي ممكن يبقى موجود. عامه بشكل عام في الحاله الهجوميه وانت بتهاجم ايه اللي المفروض يحصل عشان تبقى مامن، عشان ما يحصلش الهجمه المرتده اللي ممكن تضايقك وتتعبك؟ ما هو اكيد يبقى في اتفاق فاروق ان انا مثلا عبد المنعم هيطلع في الكرات الثابته، هيقف مثلا ياسر ابراهيم وهيقف معاه مثلا حد مثلا من اثنين الديفندرين. يبقى دي معروفه ان انا دايما يبقى عندي زياده عدديه في وانا حتى وانا بدافع. يعني وانا بهاجم عندي ورا مثلا هو واقف واحد قدام بقف عليه اثنين مدافعين، هو موقف اثنين مهاجمين بقف معاه ثلاثه مدافعين. يبقى دايما عندي زياده عدديه وانا بهاجم في الوضع الدفاعي عشان الهجمات المرتده انا ابقى مامن نفسي فيها. اهم دور للعيبه او اهم دور من اللاعبين اللي موجودين في الاهلي بكره كابتن وائل شايفه لمين؟ هيبقى يعني محمد عبد المنعم في خط الدفاع. هو الطبيعي انا كمدرب بـ 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 يعني بدي اولويات لكل خط. تمام. محمد عبد المنعم انت مسؤوليتك الخط الدفاعي. باجي حمدي فتحي خط نص الملعب، انت ككهربا مسؤول عن فكرك. هتقول مروان عطيه لا السؤال انت بتقول لي من اهم دور للعيب اهم دور ولا اهم دور اهم واحد في الادوار كلها في الفريق بالنسبه لي لا انا بحسب انك بتقول ان اهم دور يعني كل لعيب اللعيب التقيل اللي دوره مهم زي الشناوي كده. قصدي على الشناوي لا طبعا مروان مين. بص يا كابتن مروان زي ما انا اتكلمت معاك قبل كده، مروان هو اللي بيبني الهجمه من تحت، بيبدا الهجمه مع
الاربعه اللي في خط الدفاع. مروان بكره لو فايق يقدر يطلع نقدر نطلع بالكره من تحت بسهوله، نقدر مروان يستلم الكره ويوزع الكره بطريقه باريحيه، يقدر شايف الملعب. مروان بكره لو فايق وكان بيعمل حاجه في ماتش بيراميدز، يعني كان هو دايما يا كابتن بيطلع على طرف من الاطراف ويزق الباك لقدام، ما بيستلمش من نص الملعب، يعني الكرة بتبقى معانا في نص ملعبنا كان بيروح على طرف من الاطراف وخصوصا الجنب بتاع معلول، ويزق معلول قدام يخلي حسين الشحات يدخل فرود، يبقى احنا بنلعب بفرودين، فكنا بنعمل الزياده العدديه في الناحيه الهجوميه. ده ممكن يحصل بكره يعني. اه طبعا ده لو حصل بكره تعمل ارتباك في الناحيه الدفاعيه للوداد جامده جدا. بس تفتكر الوداد ما بيبصش وبيشوف الاهلي؟ اكيد. بص يا كابتن، الوداد فرقه كبيره. انت تنفذها لكن عندك الوداد المهارات وعندك الوداد فرقه كبيره والاهلي فرقه كبيره والاثنين كتاب مفتوح لبعض. صح. الاثنين عارفين طريقه لعب بعض. امكانيات اللاعيبه في الوقت ده هي اللي هتكون الفيصل، والتنفيذ كلام المدرب، ان هم ينزلوا ينفذوا كلام المدرب. انا شايف ان الحته دي كانت يعني فيصل في ماتش النهائي مع بيراميدز. مروان بيعملها كويس جدا، مرمى بيمين ناحيه الشمال خلي معلول يزيد لقدام، بيدخل حسين الشحات جوه قلب الملعب. دي بتربك الدفاع لاي حد، لين انك بيت 3 على 3. اوكي. فدي صح. بالنسبه للمهاجمين بتبقى افضليه زي ما الكابتن محمد قال، دايما لازم يبقى فيه زياده عدديه في الناحيه الدفاعيه. صح. لا انت دلوقتي انا خليت 3 على 3، 4 على 4 بالزياده العدديه في الناحيه الهجوميه. فكره الضغط يا كابتن على مدار اللقاء لازم تتقسم ولا بتشوفها ازاي برضو في ماتش نهائي زي كده؟ يعني في ماتش نهائي لو انت عايز تخلص من اول دقيقه ولو ما جبتش جول هتفضل ضاغط عشان تفضل يعني ضاغط الفريق وعايز تجيب جول. بتشوف الضغط، عمليه الضغط خصوصا انها بتبقى يعني محتاجه جزء بدني مهم طبعا في الفريق. طبعا طبعا. ما هو انت زي ما بتقول يا فاروق، محتاج شغل بدني عالي جدا عشان تضغط ضغط عالي من فوق. ده محتاج يعني، هو طبعا يعني حاجه كويسه جدا لو انت ضغطت وربنا كرمك وبدات ان انت تسيطر على المباراه وتجيب جون واتنين، خلاص ال 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 تستريح بقى وتريح. نفسيا كمان هتعلى مع الجيم جامد جدا. ولو جبت جون ولا حاجه هتحس ان موضوع التعب ده مش موجود اصلا. فانا شايف لو احنا بدانا يبقى في سيناريوهات اكيد عند كولر، ان لو احنا مثلا في اول 10 دقائق ضغطنا ضغط عالي ومفيش توفيق في هدف او بتاع يبدا هيعمل ايه. اكيد هو مدرب كبير ودايما المدربين الكبار بيعملوا سيناريوهات المباريات دي يا فاروق. لان ده مش هقدر العب انا النهارده. بتشوف في جراديولا بيلعب في المباراه بكذا طريقه، مش لازم ابدا بالطريقه وانهي بيها. انا وانا كسبان بلعب بطريقه، وانا متعادل بلعب بطريقه. كل مدرب لازم يغير التاكتكس بتاعه على حسب مجريات المباراه. بالظبط. فطبعا طب هما ليه بيقولوا ليه دايما كولر بيغير في الدقيقه 69 من 69 ل 70 يعني من في المرحله دي من في الستينات لغايه 75 كده؟ هو اكيد يا فاروق هو محضر السيناريو بتاع المباراه كده. هو محضر كل، هتلاقي كل مدرب، احنا اشتغلنا مع مدربين كتير جدا. في مدربين ليه حاجات كده في دماغه معينه، بيغير في وقت معين بين الشوطين، ممكن يغير. صح. ممكن يغير. طب انا اسالك سؤال، حاسب مثلا عنده لعيبه معينه مثلا في بالك الجهاز اللي بيلبسوه، ده برضو يا كابتن بيساعده في كده طبعا، بيديهم مؤشر. بالظبط. الجهاز اللي بيلبسوه. طب انا يعني السؤال يعني بشكل تاني يا كابتن، بينجح تغييراته؟ بتنجح جزء كبير بينجح. بس يبقى هو ناجح، ما ينفعش اعمل عليه اي كومنت. طالما تغييراته في الدقيقه 70 في الدقيقه 80 بتنجح وبتغير ماتشات وبيكسب ماتشات بيها، يبقى هو ناجح. هو عنده رؤيه. في الفتره الاخيره بالظبط. خلاص الامور بالنسبه هو عنده رؤيه فيها، خلاص وصل لمرحله هو فاهم بيغير مين خلاص هو وصل والتوقيت بالزبط. بتاعه خلاص، هو حط السيستم بتاعه، وبالتالي هو مؤشرات ممكن تكون معدل بدني بينزل او شيء فني موجود داخل الملعب عايز يغيره بالظبط التوقيت ده. وبعدين برضه فاروق ما تنساش الخمس تغييرات النهارده بتساعدك برضه. انت يعني ما كانش فيه خمس تغييرات دي زمان، النهارده انت بتغير نص الفرقه، فاكيد بتعمل حيويه كبيره جدا في الفرقه. النهارده بتغير خمس لعيبه وانت عامل سيناريوهات ان انت النهارده بتغير امتى وعندك اختيارات، ولما يكون عندك دكه جامده جدا زي النادي الاهلي اكيد دي بتساعدك انت كمدرب. فطبعا المدرب يعني بيبقى معاه لعيبه جامده جدا في الملعب وبره الملعب اكيد بتنجحه طبعا. صحيح. وبتساعدك كمان على تغيير محمد خطط اللعب طبعا. يعني زي ما انت قلت، انت احنا ممكن نلعب بثلاثه، فممكن وارد نلعب باثنين وواحد، رغم ان انا يعني ما بحب بس الحته دي، لان دلوقتي يا كابتن بقى كل ديفندرات العالم رقم 10 ده غالبا خلاص بيخلص من الكوره. الكوره الحديثه الثلاث دول قفشه، احنا يعني رقم 10 عامه. انا بنقول قفشه عبد الله السعيد بالظبط.
ده بدأ خلاص يعني بدأ يخلص من الكورة، لأن الكورة في العالم كل ثلاث ديفنترات بيعملوا كل حاجة في الكورة، لازم بيعملوا أسيستات وبيشوطوا وبيجيبوا جوال وبيكملوا. الكلام اللي بيقوله كتر رضا طبعا. هو بيقول كده، أنا عايز النص ملعب اللي هو كنا زمان بنقول إيه هو بيقطع وبس، لا أنا مش عايزه كده. ما هي الكورة الحديثة بقت كده، بيقطع وبيباصي وبيباص باص مؤثر كمان. الكورة الحديثة بقت كده، كل الثلاث ديفنترات بقى بيجيبوا جوال، بقى بيدخلوا ويعملوا زياده عدديه في الناحيه الهجوميه في ال 18. يعني النهارده بتشوفوا عامل ازاي مع مانشستر سيتي، وبيعملوا اسيستات وبيعملوا سروهات وبيعملوا كل حاجه. ثلاثه ديفندرات يعني. دلوقتي مبقاش في حاجه اسمها رقم 10، لازم يكونوا الثلاثه لعيب الكوره، هم الثلاثه اللي بيبنوا الهجمه. الكوره بتاعت زمان بقى ان السرد باكات يمسك الكوره ويشعلق واحده ويلغوا نص الملعب والحاجات دي خلاص. طيب اسمحوا لي نطلع الفاصل نرجع نكمل كلامنا على مباراه الاهلي والوداد بكره. نتمنى ان شاء الله اللعيبه كده لو هي سمعانا يعني التركيز ثم الهدوء ثم ان شاء الله الدعوات، ويعني تسعدوا جماهيركم، ان بكره حجم الجماهير هيكون ان شاء الله بالايجاب ليكم، وان شاء الله يبقى مرعب للفريق الاخر. استاد القاهره دائما مرعب للفرق اللي بتيجي تلعب فيه. نطلع لفاصل ومكملين مع حضراتكم. طيب رجعنا لحضراتكم مره تانية. خلينا اقول بس خبر خاص بالكونفدراليه الافريقيه، ويعني انتهت مباراه العوده في هذه المباراه النهائي، طبعا نهائي الكونفدراليه الافريقيه، واللي كان طبعا في المباراه الاولى فوز اتحاد العاصمه على يانج افريكانز 2-1، وده طبعا كان على ارض يانج افريكانز. لكن برضو لما نيجي نبص للقاء الثاني انتهى بفوز يانج افريكانز على اتحاد العاصمه على ارض اتحاد العاصمه، وبالتالي يعني الاثنين كسبوا بعض كل واحد على ارضه، وبالتالي لكن مجموع المباراتين كان لصالح اتحاد العاصمه، وبيتوج طبعا ببطل الكونفدراليه الافريقيه على حساب طبعا يانج افريكانز. الف مبروك لنادي اتحاد العاصمه وجماهيره طبعا وجمهور الجزائر بشكل عام، وبالتالي ده كده نهائي الكونفدراليه. منتظرين بكره بقى بدايه نهائي دوري الابطال اللي هيبتدي ان شاء الله من استاد القاهره، وبامر الله كده الفوز للنادي الاهلي. ما رايي خليني اقول لك الجزء الهجومي، وده هو ده المطلوب بكره. النادي الاهلي ازاي يقدر يجيب هدف ويعززه ان شاء الله، ويعززه كمان بتالت كمان. ما هو فاروق هو طريقه احراز الاهداف ايه؟ احنا النهارده لازم تعرف، النهارده لازم يبقى عندك، انا كمدرب اقول للاعيبه نص الملعب واللاعيبه الهجوميين لازم يبقى عندي تصويب، نسبه تصويب عاليه جدا. لو كل لعيب شاط شوطين مثلا من السته اللي قدام، ادي كان عندك 12 شوطه.
في 45 دقيقة. مشكلتنا عندنا ان احنا نسبة التصويب حتى في الدوري المصري قليلة جدا، ودي من طرق احراز الاهداف. فلازم النهاردة انا كمدرب اقول لازم اصوب، لازم انا كرأس. هو الاهلي بيعتمد على ايه في هجومه كابتن؟ ما هو بيعتمد على الجناحين، بيعتمد على محمد هاني، بيعتمد على علي معلول، بيعتمد ان سعاد بيبدا يخش الكهرباء، بيعمل تحركات عرضيه كويسه جدا، بيفضي في تنوع يعني. في تنوع طبعا. بس انت خلي بالك بكره زي ما بتقول الوداد هو اريك وحافظك، هو هتلاقيه برضو قافل مفاتيح لعبك، قافل لك على علي معلول، وقافل لك على حسين الشحات، وقافل لك على محمد هاني. فانت لازم عندك حلول. الحلول ايه يا فاروق؟ تصويب. صحيح. الحلول ايه؟ ده جزء من الكرات العرضيه طبعًا. الحلول ايه؟ الفولو على الجون بعد ما شوط، الكرات الثابته، كل دي طرق احراز الاهداف. فانت لازم تخلي اللعيب بتاعك نازل هو عارف هو بيعمل ايه. مش نازل النهارده بيأدي واجبه، لا انا نازل النهارده في 45 دقيقه انا هعمل ايه؟ هجيب جون ازاي؟ لازم اضغط بعد ما اقطع الكره، اعمل اتصرف بالكره. ما اقدرش اقارن الوداد بالرجاء مثلا كابتن مرعي ده مستوى الفني، بما ان هم متنافسين دايما. الوداد يعني يا فاروق هو اخد اكتر حوالي 20 بطوله، يعني يعتبر هو في المغرب اخد 20 دوري. يعني يعتبر برضه هو اكتر فرقه في زي النادي الاهلي في مصر. هو في المغرب هو انا بكلمك على المنافسه السنه دي، يعني هو مش بعيد برضه بالرجاء. الوداد طبعا متفوق ووصل للنهائي، لكن اما نيجي نبص للكره نفسها، هل اما نيجي نبص الاهلي قدر كسب ان هو يكسب الوداد هنا 2-0 ماتش؟ في الماتش ده تاخر الجول شويه، لكن جه جول في الشوط الاولاني وقدر يعزز في الشوط الثاني. هل ممكن ده يبقى نفس السيناريو، ولا السيناريو يبقى متغير لان انت بتلعب نفس الكوره تقريبا؟ يعني طبعا الكوره المغربيه انت عارف فاروق، الجزائريه والكور دي اتطوروا بطريقه، يعني شفت المغرب في كاس العالم كانوا عاملين ازاي. فطبعا بس لازم تفرق ما بين المغرب منتخب وفي الانديه والمغرب في بيبقى في نسبه محترفين اكتر بتساعدك تشتغل. الدوري قوي جدا، عندهم منافسه كويسه، عندهم جمهور بيخش بطريقه كبيره جدا. لكن انا كده بتقول يا فاروق ده الفاينل. الفاينل ليه حسابات خاصه، يعني بيفرق كتير جدا. حتى انت لو بتلعب اي فرقه اقل من الوداد اكيد برضو هتيجي هيبقى عندها امل ان هي تاخد البطوله، فاكيد هتبقى شرسه جدا، اكيد هتبقى عندها امل ان هي يبقى مش تبقى يعني سهل قوي ان هو يكسب. لا الماتش مش سهل، ماتش صعب جدا. ف زي ما انت بتقول لو احنا خلصنا الماتش بدري وعرفنا نجيب جون ازاي، ونعرفنا ان احنا نسيطر وناخد استحواذ نص الملعب ازاي، وبقى عندنا قائد. الوالي كان بيتكلم ان كل خط فيه قائد، احنا ما عندناش اللعيبه فاروق في نادي الاهلي زي حسام غالي مثلا كده، اللي هو كانت تحس ان هو ليدر. يمكن الشناوي بيقوم بالدور دوت، السلية موجود، السلية ممكن علي معلول. لكن انا بتكلم ان احنا نفتقد الحد اللي هو، يعني شايف حسام غالي يمكن من اخر الناس اللي كان يعرف ان هو اللعيبه بتسمع كلامه، يعني يقول لك باصي هنا باصي هنا، هتحس ان هو مايسترو. كان اللعيبه بتسمع كلامه، بتحب بيعرف يسيطر على مجريات المباراه. لكن انا بقول ان يعني ان علي معلول، عمرو السليه، حسين الشحات برده شايف ان هو في فورمه عاليه جدا. فوقان مين يا والي يفرق مع الفريق بكره؟ بيرسي طه وحسين الشحات وحمدي فتحي لو عمل الادوار الهجوميه. لان انت عندك في نص الملعب محدش بيشوط غير حمدي فتحي، يعني المميز في الشوط حمدي فتحي. حمدي فتحي لو عمل الادوار الهجوميه كويس جدا هتفرق لانه بيلعب بدماغه كويس وبيشوط كويس وبيقطع كويس في الحته. يعني الكره لو اتقطعت واحنا في الناحيه الهجوميه هو اول واحد بيروح يقطع. لو قدر يستخلص الكره في الاماكن اللي اتقطعت فيها الكره من النادي الاهلي بيعمل خطوره جدا، عشان زي ما انا قلت لك هو بيشوط كويس وبيلعب بدماغه كويس، فدي هتفرق جامد جدا بكره. وطبعا حسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا التلاتة اللي قدام لو فايقين هيفرقوا جامد جدا جدا مع النادي الاهلي. طب نقدر نقول ان بما ان احنا ما اعرفش يمكن انتوا عندكم راي تاني، كل المحللين بيقولوا الاهلي مستوى الفني اقوى من الوداد، عندكم نفس الراي ولا؟ بص يا كابتن، مشوار النادي الاهلي في البطوله هو لعب 12 مباراه، فاز في 8 وتعادل في 2 وخسر 2. الاهلي صعد تاني، الوداد صعد اول. الاهلي جاب 24 هدف ودخل فيه 8 اهداف. بص بقى الوداد لعب 12 برضو، فاز في 6 وتعادل في 3 وخسر 3 وجايب 17 جول. فالنسبه على الورقه والقلم الاهلي افضل. الاهلي افضل. الاهلي في الفتره اللي فاتت، المرحله اللي فاتت دي، هو افضل فنيا وتكتيكيا ومعنويا. دعم الجمهور ده حاجه، وحضرتك عارف وشفت الموضوع ده وجربته في الملعب. فانا شايف يعني بالورقه والقلم كده منطقيا الاهلي افضل.
الاهلي افضل الفتره دي. يعني فكره الاهلي افضل ده يديله اريحيه انه يقدر يجيب يفوز فوز كبير فوز معنويا مريح. معنويا اه طبعا معنويا ده هو ممكن يبقى وصل لعيبه الاحساس ده يبقى وصل لعيبه. وهو لو مش لو مش واصل للعيبه الجمهور بيوصل للعيبه الجهاز الفني لازم يوصله للعيبه. انت خلاص طالما وصلت للمرحله دي طالما وصلت لنهائي النادي الاهلي بيلعب نهائي فلازم تاخد البطوله. انت الجمهور مطالب انك تاخد طبعًا البطوله طالما لعبت النادي الاهلي او النادي الاهلي عامه بيوصل لنهائي خلاص الموضوع محسوم الجمهور بيطالبك بالبطوله دي. صحيح مرق النقطه الخاصه بان انت ارقامك زي ما بيقول والي كده افضل واهدافك حتى لما انت تعرضت لمشكله في المباراه في مباراه من المباريات في دور المجموعات لكن قدرت انك بعديها الامور اختلفت تماما سواء بقى الجانب الهجومي وعدد مرات الفوز او حتى الجانب الدفاعي انت ما دخلش فيك اهداف بعدها غير هدف في المباراه للبيراميدز في كاس مصر. يعني ما انا شايف ان في حاله فاروق ان حاله النادي الاهلي حاله كويسه جدا. يعني يمكن والي بيتكلم على فتره مثلا او الفتره اللي الاهلي كان بيخسر فيها او الكلام ده كله او خسر ماتشين او حاجه مش عارف بالظبط لكن انا بتكلم دلوقتي الاهلي حالته عاليه جدا. لو بكره ان شاء الله باذن الله مصطفى شوبير موفق انا شايف ان ده هيفرق معانا كتير قوي فاروق. هو دي النقطه اللي الوداد هيبدا ان هو ممكن يلعب عليها يبدا على الحته دي الحته النفسيه يبدا يضغط على مصطفى يبدا يشوط عليه كتير يبدا يخلي الـ في كرات ثابته حد يضايقه الكلام ده طبعا هو لسه يعني طالع الخبرات برده بتاعه الماتشات دي مهمه جدا. فلو هو ربنا كرمه بكره مصطفى واول 3 4 كور بدا ياخد ثقه وبدا يلعب برجليه كويس وبدا يطلع ياخد كام كره عرضيه هيبدا ياخد ثقه خلاص هيبدا يكمل في الجيم هيبقى كويس. غير كده انا شايف ان حاله ال 11 لعيب بالناس اللي بره احسن كتير جدا من الوداد في الوقت الحالي. صحيح لكن برضو كل مباراه وليها ظروفها طبعا. لو انت مش هتنزل مركز يا فاروق ان انت ومستسهل الماتش لا انت لازم تعرف ان الماتش صعب وبكره صعب. في لازم يبقى في انكار ذات لبعض اللعيبه مثلا طبعا. يعني مثلا احمد عبد القادر لو نزل هو ورقه رابحه بس الحالات الفرديه او الامور الفرديه اللي بيلعب فيها او بيلعب بيشتغل بيها في ماتش زي ده لا طبعا تشتغل مع الفريق مثلا. انا مثلا بشوف ان مثلا فيرود او نص ملعب اتقدم على الفيرود بقى قدامه مثلا فيرود يرجع مكانه بالظبط وتبقى عمليه ان انت يهمك الفريق مش يهمك انك تبقى مش صاحبك انزل انت وارجع يا عم. هو احمد عبد القادر فاروق ما بيتعلمش لا انا ما بتكلمش يعني انا بتكلم عامه لا بس هو احمد عبد القادر بالذات يعني التوالي كان بيتكلم عليه عنده برده مشكله في الحته دي كلمت فيه قبل كده اه دايما بيحس اللعب الفردي انا كلو راجل يعني باك هعرف هو هيعمل ايه هو 90% من لعبه لعب فردي يعني كتير جدا علي معلول بيطلع من وراه يعمل اوفر لاب الراجل جاي طب ما تحسش حد بيلعب فردي ماشي بس حسين الشحات انا شايف ان هو بدا برضو يطور من نفسه بدا يلعب مع الفرقه بدا مره او يعني بيستخدمها في الوقت المظبوط بس هو حسين الشحات بيلعبها فردي على طول مش على طول يا فاروق مش على طول تشتغل لعب فردي هو بيلعب لعب فردي حسين الشحات لو بصيت يا كابتن زي ما انت بتقول فعلا هو بيلعب لعب فردي جوه ال 18 في المكان المظبوط مظبوط جوه ال 18 ما في حسين الشحات ما بيروح واحد على واحد اول ما رجله بتعدي خط ال 18 يبدا يبص لنفسه يلعب واحد على واحد لان هو مميز في دي مميز في انه يدخل جوه ويشوط ويرجع يطلع بره تاني هدف الوداد كل معظم جواله كده هدف جامد يعني بالظبط فهو هو مجرد ما رجليه بتعدي الخط 18 بيبدا يلعب واحد على واحد وهو مميز في دي انما احمد عبد القادر عنده المشكله اللي كابتن محمد كان بيتكلم فيها انا ببقى معايا كوره وعامل هجمه مرتده والكوره في رجليك وانت مصمم من نص الملعب تجري عشان تروح واحد على واحد على الباك او السيرد باك وتقطع منك والنادي الاهلي بيبقى في ناحيه هجوميه فبتقلب النادي الاهلي ناحيه دفاعيه ودي بتبقى اخطر حاجه واخطر حاجه للفرق ان انت بتبقى في وضع هجومي وفجاه كره بتتقطع تبقى في وضع دفاعي هو بيعمل المشكله دي كتير جدا زي ما انت قلت علي معلول بيطلع له مصمم انه يلعب لعب فردي بس هو يعني هو لعيب كويس هو لعيب كويس هو لعيب كويس وانا ممكن يعني ممكن انا ممكن استفاد منه في مواقف كتيره جدا واحد على واحد بس مش في نص ملعبي او مش يعني اعملها في التلت الهجومي للفرقه الثانيه بحيث ان لو اتقطعت يبقى في لسه بدري جدا ان انا اقدر اقف وانظم خط الدفاع بتاعي نص الملعب واقدر ادافع كويس جدا. اتوقع الماتش بكره يخلص كام يا كابتن ان شاء الله؟
يعني انا مش انا اامل يعني ان الاهلي يكسب 2-0 يعني بحيث يبقى نتيجه مريحه جدا نقدر ان شاء الله في المباراه اللي هناك يبقى احنا بنلعب واحنا مطمنين وشايف ان 2-0 انسب نتيجه دايما 2-0 تبقى كويسه ورايح مستريح وبتلعب ماتش اللي هناك وانت برضو معكش ضغط عصبي حتى 1-0 خلي بالك يعني عشان بس انا كنت لسه اقول لك انا كل امنياتي ان الاهلي بس ما يدخلش في جول الاهلي ما يدخلش في جول يكسب 1-0 2-0 بس ما يدخلش في جول عشان نقدر نروح هناك واحنا نفسيا نقدر نتعامل مع الجيل 1-0 زي ما انت قلت يا كابتن كويسه حتى لو 1-0 كويسه 2-0 احسن واحسن 3 طبعا يبقى الموضوع تمام انما اهم حاجه ما يدخلش فينا جول دي اهم حاجه في ملعبك وجمهورك جاي في ارضك لازم لازم نستغل كل الحاجات دي الحقيقه ما اجي ابص على فريق الاهلي زي ما انتوا كده اتكلمتوا واستفدتوا في النقطه دي خاصه بالشكل الفني للاهلي من حراسه المرمى خط دفاعه لنص ملعبه لهجومه الحقيقه وصلوا لاعلى فورم في كره القدم طبعا. وخصوصا خط الدفاع عشان لو انت بتتكلموا على اللي انت ما يجيش في اهداف عندك الحقيقه خط الظهر بقى هايل عبد المنعم ياسر ابراهيم متولي الباكين محمد هاني كمان في ازع حالاته بس ان في فيرود بالهيالي في الوداد يا كابتن افريقي يعني بيلعب بعنف شويه مش عارف بقى يلعب. انا شفته في ماتش سان داونز هو جراي بس بالظبط غالبا هتعتمد على القوه البدنيه ايوه بالظبط غالبا محمد عبد المنعم هيكون يعني هيشتغل عليه ايوه بالظبط محمد عبد المنعم غالبا هيشتغل عليه لان محمد عبد المنعم طبعا قوي وسريع برضه ما يحاولش ينرفزونا فاروق انت عارف برضه لعيبه المغرب والجزائر عندهم حته ان هم ممكن ينرفزك في الملعب محمد عبد المنعم قبل كده المفروض حفظنا بقى الحاجات دي بقى يعني اتطرد في خلاص في القائمه عبد المنعم من يومين قلت له بص انت يعني ركز الماتش ده انك كوره بس ما تحاولش عشان ما تلاقيش نفسك لازم بس هو كمان يعني قال لي صح كابتن كلامك مظبوط على طول كل ماتش كل ماتش شاغل باله كل ماتش لازم يبقى فيه مشكله لازم يبقى فيه نقاش بس خلي بالك هو يعني غصب عنه والخبرات والماتشات طبعا اكيد كل واحد بيتعلم من خطا ودي بقى دي اللي محمد يعني كان بيقول عليها القائد دور القائد يزعق له يقول له بطل يعني كان بيعملها على طول حسام غالي على طول ممكن برضه تقول انا كمدرب بتاع الوداد اقول له مثلا راس حرب اقول له مثلا محمد عبد المنعم داخل بالك بيتنرفز روح نرفزه مثلا بيحصل كتير جدا بيحصل كتير جدا ده فاينل فاروق انا مش شغال معاك كوره بس شغال كل اساليب الثانيه لازم تبقى كده هادي مهما حصل في المباراه بس كده فهمتني فهو لازم يعرف ان الموضوع مش كوره بس صح صح هو لعيب هايل صراحه لعيب كبير طبعا طيب هايل. هتحول للدوري المصري معلش لان النهارده في ماتش مهم جدا كان موجود في الدوري المصري بيترتب عليه حاجات كتير جدا في صراع الهبوط طلع الجيش بقيادة الكابتن عبد الحميد بسيوني في اول مباراه ليه يعني بيعود لمكسب الحقيقه اللي طلع الجيش يعني بيجدد وبينعش اماله في التواجد احنا بنتكلم فاضل 4 لقاءات لطلع الجيش دلوقتي هو موجود في المركز 16 29 نقطه مش بعيد عن غزل المحله 31 نقطه مش بعيد عن اسوان 31 نقطه سيراميكا 32 نقطه الاسماعيلي نفسه 33 نقطه البنك الاهلي اللي بيبتعد بقى في الوقت الحالي يعني امور بالنسبه له تحسنت بكتير كتير بعد فوزه الاخير وبالتالي رايك في الفوز ده لطلع الجيش هل الامور ممكن تختلف جدول الدوري يختلف لان مش عارف مين كان قاعد معايا انت ولا والي ولا حد قال لي طلع الجيش ممكن ينزل فعلا ما انا كنت بتكلم معاك في الماتش انت ما كلمت لك على عماد النحاس قلت لك ان هو انا اتفرجت على ماتش الاهلي بتقولي على ماتش الاهلي قلت لك لا الجيش كان وحش جدا ماتش الاهلي لكن انا النهارده اتفرجت على مباراه الجيش الفرقه حاجه تانية على فكره عندهم لعيبه كويسه جدا عندهم لعيبه خبرات وعندهم لعيبه هايلين النهارده عملوا مباراه هايله مش متخيل هما دول كانوا بيلعبوا الاسبوع اللي فات مع النادي الاهلي فانا شايف ان طلع الجيش لو كسب ماتشينا فروح ب 36 بونت النهارده هو 29 لو يعني هيبقى 35 نقطه هيبقى في نص الجدول النهارده سموحه 35 فانت بتقول النهارده مكسب الطلائع اداله قوه معنويه جامده جدا ان هو يكمل ان هو عنده لعيبه خبرات لعيبه مش عند الاسماعيلي الماتش الجاي ما انا بقول لك يعني هو طبعا الماتش يعني ولع الدنيا تحت في المنطقه بتاعه الهبوط لكن انا شايف ان الطلائع ممكن يهرب لو لعب بالروح دي الروح النهارده اللي انا شفتها في المباراه دي ممكن ان هو يعدي الشوط عبد الحميد بعد طب ايه الفرق يا كابتن ايه الفرق مش كابتن عبد الحميد كان موجود في اول الموسم ان كان بقى هو مشي يعني انت هتقعد تبص ايه اللي حصل اقول لك الفرق ايوه ايه الفرق يعني الفرق. ما اشتغلش ليه كده اللعيبه ما اشتغلتش ليه كده معاه من اول السنه اقول لك انا على حاجه رغم ان الكابتن دايما يعني الغربال الجديد ليه شده زي ما بيقولوا لا مش جديد انا بتكلم على ان انت لما تيجي تغير مدرب في اول مباراه
بيبقى احسن مباراه الفرقه بتعملها، لان كل الناس عايز تثبت مدرب الجديد ان انا عايز العب. الكلام ده لا يا كابتن انت بتنزل، الموضوع مش عايز العب، الموضوع انا عايز الحق نفسي. بس ماشي يا فاروق، بس الكلام ده لو هو جاي جديد، انما هو كان شغال مع الناس دي قبل كده، كان موجود قبل الكابتن عماد النحاس. بس فتره برضه بالي في برضه كان في فتره انتقالات، عارف لو حصل ان طلع الجيش فضل في الدوري ده يعني معجزه. لا انا شايف ان هو انا الماتش المره اللي فاتت قلت لك ان هتبقى تحشى للكابتن عبد الحميد بسيوني بشكل غير طبيعي طبعا لاداره طلائع الجيش. طبعا طبعا اتمنى اتمنى. لا يعني هو طبعا فكره الانديه كلها اللي بتخسر، انا شايف المحله خمس ماتشات ورا بعض خساره، خلي بالك يعني برده عندهم ماتش جاي المحله رايح. انا شايف الطلائع لو ركب المحله خلاص هيبقى الموضوع صعب. اسوان بتتغلب من حرس الحدود، اسوان حرس عملوا مباراه هايله، قلت لك ماتش بيراميدز كانوا عاملين مباراه هايله مع مكي، عاملين مباريات هايله جدا يا فاروق، ما تقولش الفرقه دي هبطت صراحه. يعني امبارح اول امبارح عملوا مباراه مع اسوان كانوا عاملين مباراه هايله جدا صراحه يعني. طيب عشان وقتي بس يعني خليني بس اشكركم كابتن وائل كابتن مرعي، وان شاء الله نتمنى التوفيق للاهلي بكره ان شاء الله ان شاء الله، وكده يبقوا في حالتهم زي ما احنا كنا بنتكلم، لعيبه في حالتها دي هتفرق كتير جدا. خليني بس اقول لكم بس نتائج القسم الثاني اللي خلاص بيقترب من برضو النهاية، وحتى الآن في المجموعات هقول لكم حتى الآن طبعا بداية المحلة في مجموعة بحري بتقترب من الصعود، أيضا مجموعة الصعيد الجونة بيقترب من الصعود، وزد في مجموعة القاهرة بيقترب من الصعود. خليني بس أقول ألف سلامة للكابتن أمير عزمي مجاهد. طيب دي أمامكم على شاشة المجموعات والمتصدرين للمجموعات سواء بحري او الصعيد او مجموعة القاهرة، اهتمام كبير جدا في الفترة اللي جاية بالنسبة للقسم الثاني، مين هيصعد للدوري الممتاز. وبالتالي طبعا كان في ماتشات بالنسبة للقسم الثاني اهمها زي ما قلت لكم كده بالنسبة للفرق سواء بلدية والسكة ودجلة وزد الحقيقة، والحقيقة بخصوص نادي السكة اللي خسر 3-2 من الانتاج الحربي. كابتن أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد بعد كده انتقل إلى المستشفى، تعب شوية ما بعد الهزيمة، لأن خلي بالكم السكة يعني كان أو قريب ما زال قريب يعني للصعود من خلال المنافسة ما بينه وما بين زد، وبالتالي يعني اتنقل إلى المستشفى بعد الماتش، وهي يعني هيعمل عملية أسطرة للقلب، هو بيتنرفز وبيبقى على أعصابه جدا جدا كابتن أمير، ربنا يشفيه إن شاء الله يرجع بالسلامة كابتن أمير عزمي مجاهد. طيب مشكوركم شباب، مشكورك كمان مشكورك وهاني، وإن شاء الله بكرة منتظرينكم، وتغطية لمباراة هي مباراة القرن إن شاء الله للنادي الأهلي، وهي مباراة يعني نتمنى له الفوز فيها والفوز اللي يكون مستريح عشان مباراة الوداد هناك بقى تبقى أسهل وأسهل لي ويعود بالبطولة رقم 11. دعواتكم إن شاء الله معكم بكرة إن شاء الله في البريمو، وحلقة تكون مميزة بأمر الله. سواء على خير.